بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله كده ونبدأ. أول حاجة خالص أنا عايز أبدأ بيها النهاردة هيبقى حاجة غريبة بره الموضوع خالص. أنا عايز أتكلم في دقيقة واحدة بس عن حاجة اسمها سنوزنج بطن، ده اللي هو لما يبقى فيه منبه بيرن، حضرتك على طول تقوم متك على السنوزنج بطن عشان خاطر تسكته زي ما بيقولوا. يعني العادة ديت عادة سيئة جدا، والعاده ديت كان في ناس اتكلموا عليها كتير، واشهرهم حاجه واحده اسمها ميل روبن، كانت بتتكلم على السنوزنج باتن، كانت بتتكلم على ان الواحد فينا لما بيبقى صاحي من النوم المفروض ان هو المخ بيبعت ارسالات كده للسيربرال كورتكس ان هو ينشط. لما حضرتك بتتك على السنوزنج باتن انت بتدخل نفسك في حاجه اسمها سليب انرجي، فبتعمل انهبيشن انك تفوق. فللاسف الموضوع ده مش بيتوقف على صحيان النوم، صحيان الصبح من النوم. ده تقريبا كل ديسيجن في حياتنا قبله بيبقى فيه فتره كده بتاعت السنوزنج باتن. تبقى عندك فرصه انك انت تروح تحضر محاضره او انك تروح تذاكر شويه او شيء، وبعد كده هم بيبقى في الظبط فيه 5 دقائق ويندو كده قبل اي قرار. وساعات بيبقوا اقل من 5 ثواني بصراحه يعني. بعدهم المخ يا اما ياخد قرار انك هو يخش في السليبنج انرشي لما حضرتك تتك على السنوزنج باتن، وتبقى دي نهايه الموضوع. حضرتك بتقوم داخل نايم ولا بتروح ولا بتذاكر ولا بتعمل اي حاجه. الديسكومفورت از ريلي يور فريند، دايما اللحظات اللي بنبقى منظرنا فيها عاملين كده ده دايما اللحظات اللي بتسبق انك انت تكون تعمل حاجه عظيمه يعني. فدايما هتلاقي كل حاجة متعبة أو كل حاجة فيها إرهاق إنك تجبر نفسك على المذاكرة أو إنك تجبر نفسك على إنك تعمل شيء كويس، دايما هيبقى يصحبه عدم إحساس بعدم الراحة. فافتكر الموضوع ده كويس، إنك أنت لو دخلت نفسك دايما في الكومفورت زون دي بتبقى أسوأ قرار في حياتك. فخليك دايما مليان طاقة وحاول تجبر نفسك، ودايما تحاول تدور على موتيفيشن في الحياة إنك أنت تبقى أحسن، وحاول تخرج نفسك من الكومفورت زون، وحاول تقنع نفسك وتجبر نفسك على انك انت مفيش حاجه مستحيل، كل حاجه بالاصرار وكل حاجه بالعزيمه الامور بتتحسن. الموضوع ده ضروري بس كان لازم اتكلم فيه قبل ما نخش في الهيستوباثولوجي، ده يعني زي ما بيقولوا مقدمه للهيستوباثولوجي. فنبدا كده نستعين بالله. النهارده عندنا ايه؟ عندنا النهارده هنبدا ايه انواع البايوبسي، وبعد كده ليه انا محتاج اعمل بايوبسي، وامتى اعملها، وبيزكس في الريجكشن والاميونيتي. سريع مش هخش فيها، احنا كنا عملنا سيشن كامله عنها، يعني ايه اديكويت بايوبسي، وازاي اكتب تقرير بتاع الباثولوجي عشان خاطر يديني ريزلتس كويسه. ونبدا نتكلم بسرعه عن البانف كلاسيفيكيشن، وعندنا حاجتين مهمين قوي هنتكلم عنهم النهارده، التي سيل ميديتد ريجكشن والانتي بودي ميديتد ريجكشن والعلاج بتاعها. اول حاجه خالص بالنسبه لانواع البايوبسي، احنا عندنا نوعين اساسيين من البايوبسي، يا اما انديكيتد بايوبسي يا اما بروتوكول بايوبسي. يعني ايه ده ويعني ايه ده؟ انديكيتد بايوبسي يعني عيان جاله كلينيكال رين امبيرمنت او عنده بروتونوريا او عنده كلينيكال كونديشن تستدعيني ان انا اعمل بايوبسي، فده يسميه انديكيتد بايوبسي. اما البروتوكول بايوبسي دي حاجه متحدده من قبل ما نبدا العيان، قبل ما يبدا خالص زرع انا ببقى معرفه وببقى مضيه على كونسنت ان العيان هنسحب لك بايوبسي على سبيشال انترفل عندك او ما عندكش انديكيشن. يعني العيان غالبا بيبقى نورمال كيدني فانكشن، ما عندوش اي تفسير ان انا اخد له بايوبسي واقوم مضيه على كونسنت واخليه يعمل بايوبسي. طب احنا جبنا القناعات دي منين؟ ليه بنعمل في العينين كده؟ ده مش تعذيب، لان احنا كان عندنا قناعات اولا ان الكرياتين اكسليت ماركر ده ما بيبداش يعلى الا في بعد خراب مالطا زي ما بيقولوا، وان احنا ما عندناش اي سيرولوجيكال ماركرز بنقدر نستدل بيها على ايه اللي بيحصل في الجرافت جوه. ايه اللي ممكن يكون بيحصل في الجرافت جوه؟ ممكن يكون بيحصل كتير، ممكن يكون بيحصل سب كلينيكال ريجكشن، وغالبا ده بيبقى تي سيل ميديت ريجكشن، ده ان الكليه عماله تتدمر وعماله تبوظ وانا مع كرياتيني نورمال. الاقي عند العيان حصل له اي تي ان وانا ما اعرفش، كرونيك تشينجز وانا ما اعرفش، ريكيرنس اوف اوريجينال كيدني ديزيز
drug toxicity and حتة ال shifting from drug to another. إن عادة البروتوكولات اللي بتبقى فيها إن أنا أسحب CNI بدري أو أقلب من CNI على بلاتاسيبت أو إن أقلب من CNI على إمتورز غالبا بيبقى فيها some sort of protocol biopsy. ليه؟ إن أنا عايز أعرف الباثولوجي قبل ما أقلب، ولو إن لما بقلب من أدوية قوية إلى أدوية أقل قوة، فأنا مش هستبعد العيانين اللي لما أجي أسحب فيهم بايوبسي ألاقي فيهم ريجكشن. وديز ميك سنس. فأي أي بروتوكول مختلف عن الكونفنشنال تريبل إيمينو سبريشن أو كوادريبل إيمينو سبريشن اللي تتكون من السي إن أي والإم إم إف والستيرويدز، أي بروتوكول آخر لازم يكون داخل في ضمنه ضمنيا بروتوكول بايوبسي علشان خاطر هقلب من جروب أقوى إلى جروب أقل. في ناس تلاقيها تقوم قايل لك طب هم الدي اس ايه ده مثلا ده سيرولوجيكال ماركر، ده سيرولوجيكال ماركر لحاجه اسمها انتي بودي ميديت ريجكشن، والسنسيتيفيتي برضه تقريبا بتاعته من 60 ل 70%، ففي حوالي 30% فولس نيجاتيف. فاذا دلوقتي انا عندي قناعات ان البروتوكول بايوبسي شر لابد منه عشان الاشياء اللي فاتت ديت، ورغم ان في دلوقتي في ستادز كتير قوي بتحاول تدور على سيرولوجيكال ماركر استدل بيه على بيحصل في الباثولوجي من غير ما اسحب بايوبسي. مشاكلها كتير قوي، لان غالبا زي ما هندرس قدام ان الحاجات اللي بيحصل فيها تيوبلر انجري زي الاي تي ان والتي سيل ميديت ريجكشن الاثنين بيضرب فيهم التيبيولز. فلو عندي ماركر خارج من التيبيولز مش هتقدر تميز هو ده سيل ميديت ريجكشن ولا اي تي ان. نفس الحاجات اللي خارجه من الفيزلز، الفيزلز زي ما احنا هنعرف قدام المايكروفاسكولار والماكروفاسكولار كل واحده فيهم ده كومبارتمنت منفصل عن الثاني، وكل واحد فيهم بيتاثر بنوع معين من الريجكشن. فلو دورت على ماركر بيخرج من الاندوثيليوم مثلا هتلاقي ده يعلى في الاثنين، فمش هقدر استفيد منه في شيء. فزيزيزيت يعني. فعشان نتحمس اكتر وعشان نقنع العيانين ان احنا محتاجين نعمل حاجه اسمها بروتوكول بايوبسي، طبعا اضطرينا نعمل ستاتس. على راس القائمه طبعا جامعه المنصوره كالعاده سباقه بالخير، فعملت استادي على 1200 عيان وكانوا عاملين فولو اب 15 years. فطبعا حاجة محترمة، وكانت النتائج طبعا صادمة كالعادة. 80% من العيانين كان عندهم باثولوجي بوست فايندينج والنورمال كيدني فانكشن، يعني البروتوكول بايوبسي طلع ان في عندهم شيء يستدعي تغيير في الريجيمين رغم ان الكيدني فانكشن نورمال. فده يحمسنا اكتر ويقنعنا اكتر ان البروتوكول بايوبسي دي شيء مهم. لكن ايه الحاجات اللي منعنا من البروتوكول بايوبسي؟ طبعا الريسك بتاع البايوبسي، الريسك بتاع البليدنج ولوس الجرافت، طبعا الكونفينينس بتاع الكونفينسنج بتاع البيشنت ده صعب، ان العيان بيبقى ما عندوش اي قنبلين فبتقنعه ان انا اسحب بايوبسي عشان ايه. للامانه النتائج ديت والحاجات دي كانت محطوطه في الايرا بتاعه السايكلوسبورين، فاحنا محدش يعرف دلوقتي هل يا ترى احنا في الايرا بتاعه التاكروليموس احنا لو عملنا بروتوكول بايوبسي هيبقى ليها قيمه ولا لا. عشان كده القناعات بتاعتنا في البروتوكول بايوبسي قلت، لان احنا بنستخدم دواء اقوى. ده غير ان معظم الفايندنج اللي هتلاقيها في الباثولوجي دلوقتي غالبا هتستدعي القلبه من النيورال لتاكروليمس او سايكلوسبورين لتاكروليمس، فانت لو زار على تاكروليمس فاذا مش هتستفيد قوي من الباثولوجي. فالبروتوكول بايوبسي قوته في الفتره الاخيره قلت، ما عدا ستيل قائم في حته السيمي انديكيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها، لما اي بروتوكول يستدعي ان انا هقوم امشي العيان على بروتوكول غير الكونفنشنال تريبل يبقى انا محتاج ان انا اعمل سيمي، ان انا اعمل بروتوكول بايوبس. يبقى مش قوي بروتوكول، ان انا مش هسحب على سبيشال انترفل، انا هسحب بايوبسي قبل ما اعمل شيفت. يعني مثلا لو هعمل شيفت بعد 3 شهور او هعمل شيفت من سي ان اي لام تورز بعد 6 شهور مثلا، فانا هسحب قبل ما احول بعد 6 شهور وخلاص. فده القصه بتاعت السيمي انديكيشن بايبس. احنا السيشن اللي فاتت تطرقنا لنقطه بسيطه جدا اسمها هوين، لما يبقى العين لسه زارع وبدا يحصل سام سورت اوف جرافت ديسفانكشن فامتى اسحب بايبس. فدي من المحاضره اللي فاتت بس عشان المراجعه. وزي ما احنا قلنا في الاول بنعمل الترا ساوند ودوبلر، وبعد كده بنراجع مستوى البروجراف ونزود الفلويدز ونراجع الايميولوجيكال ريسك بتاع العيان ونشوف التراف ليفل بتاع البيشنت. وبعد كده لو العيان هاي ايميولوجيكال ريسك ممكن ابقى مستعجل في عمل البايوبسي، فانا مش هصبر كتير غير بعد 3 ل 5 ايام هقوم بادئ. لكن لو العيان لو ايميولوجيكال ريسك ممكن اصبر 7 ل 10 ايام، لان في عندي حاجه شهيره قوي بنلاقيها اسمها اي تي ان.
فما بقاش مستعجل قوي على البيوبسي في الايرلي بيريود بوست ترانسبلانتيشن. دي مقدمة سريعة كده. الفكرة بقى ما فيها، هنتكلم بسرعة برضو عن البيزكس بتاعة الريجكشن والاميونيتي سيستم. دي برضو من غير تفاصيل كتير، احنا قلنا في الاول ان احنا حاطين كلية مش بتاعتنا، فبيحصل لها ريكوجنيشن، ان الكلية دي بيحصل لها ريكوجنيشن عن طريق الانتيجين بريزنتنج سيل اللي بتودي ديفرنت انتيجين، ده بتعرفه على حاجة اسمها النايفتي سيل. النايفتي سيل اللي بتحصل لها اكتيفيشن عن طريق ثلاثة سيجنال، سيجنال 1 وسيجنال 2 وسيجنال 3، التي تنتهي في الاخر ان بيحصل استيميليشن للتي سيل دي ان هي يتعمل لها سب ديفيجن للافكتور تي سيلز. واحنا عرفنا ان الافكتور تي سيلز دي كذا نوع كتير مش نوع واحد، من اشهرهم حاجه اسمها تي فوليكولر هيلبر اللي بتروح في الليمف نودز وبتوصل الداتا بتاعه الانتيجين ده لحاجه اسمها البي سيل. البي سيل بتطلع بتتحول حاجه اسمها افكتور بي سيل اللي هي البلازما سيل. والبلازما سيل زي ما احنا كنا بنفتكر زمان ان هي ما كانش عليها سي دي 20، وبعد كده بتطلع الانتي بوديز، والانتي بوديز بتهاجم الكليه عن طريق حاجتين، يا اما بتعمل كومبلمنت فيكسيشن يا اما تنون كومبلمنت فيكسيشن، وده احنا اتكلمنا عنه. هجيب بس البوينتر عشان خاطر نسهل الدنيا. اوكي تمام. فده حاجات من القديم. لو في حاجه في النص حد عايز يوقفني انا بس ايه، انا مش عايز ادخلنا في تفاصيل كتير عشان المحاضره فيها تفاصيل حلوه كتير، فانا مش عايز احرق وقت. أصل الرواية في الآخر إحنا العيان ده بيتعرض زي ما قلنا إن دي مش سيلف أنتجين، فالجسم بيتعرف عليها وبيدخلها في ريجكشن. الريجكشن ده بيتقسم كذا تقسيمات، لو إحنا بنقسمه على حسب التايم، التايم ده ريليشن للأوبريشن. فإيرلي بوست ترانس بوست أوبريتيف ده معناه إن العيان جاله ريجكشن في أول ثلاث شهور، في أول ثلاث شهور بعد العملية. ليت يعني بعد أكتر من ثلاث شهور بعد العملية، فجاي في أي وقت بعد ثلاث شهور يعتبر ليت. الميكانيزم يا اما يحصل تي سيل ميديت ريجكشن، يا اما يحصل انتي بودي ميديت ريجكشن، يا اما كومباين الاثنين مع بعض في نفس ذات الوقت. ان التي سيل بيحصل لها اكتيفيشن زي ما كنا راجعنا في الايميونيتي، يحصل لها اكتيفيشن والاكتيفيشن تتحول للتي فوليكولر هيلبر وتعمل ستيميليشن للبي سيل، والبي سيل بتعمل انتي بوديز، فيحصل تي سيل ويحصل انتي بودي الاثنين مع بعض. التايب يا يحصل اكيوت يا اما يحصل كرونيك. كرونيك يعني خبطه بتحصل على مدى طويل، يا اما اكيوت خبطه شديده تحصل فتحصل رابيد رايزنج في الكيدني فانكشن. الجريدنج على حسب السيفيريتي بتاع الريجكشن، هو مايلد ومودريت وسيفير، ده حسب الباثولوجي، وده ما بنشوفوش غير في التي سيل ميديت ريجكشن لما احنا هنتكلم قدام عليه. اخر حاجه خالص ان الاناتومي لما تيجي تذكر البنف هتلاقيه ريليتد للاناتومي، ان الكليه بتتكون من أربعة ستراكشر اللي هم الجوليميريولاي والإنترستيشيوم والتيبيولز والفيزلز، الفيزلز الكبيرة اللي تشمل الأرتريز والأرتريوز. فلما بيحصل ريجكشن كل الكومبارتمنت دي بيحصل لها أفكشن بدرجة أو بأخرى، فده اللي هنشوفه قدام لما هنيجي نتكلم عن البانف. مثال زي ما كنا بناخده زمان ان في حاجه اسمها الهايبر اكيوت ريجكشن، لما بتسمع كلمه هايبر اكيوت ريجكشن ده بتتكلم على اونست، يعني ده العيان زرع وبعد كده جاله هايبر اكيوت ريجكشن، بتتكلم على اول 48 ساعه تقريبا بعد الزرع. لكن ما حدش قال دي الميكانيزم بتاعه ازاي، ما حدش قال ده بي سيل ولا تي سيل، ما اتكلمناش في اي تفاصيل خالص. وزي ما احنا كنا عارفين زمان ده بيبقى غالبا موجود نتيجه البري فورمد انتي بوديز اللي موجوده قبل الزرع، عيان سنسيتايزد وزرعته من غير ما تعمل كروس ماتش كويس، وبعد كده العيان دخل العمليات كان عنده اصلا بري فورمد انتي بوديز فحمل ريجكشن على الترابيز. الاكيوت ريجكشن والكرونيك ريجكشن ده زي ما احنا قلنا ان ده مجرد بس تايب، ان العيان حصل له سيفير ريجكشن ده ما نقدرش نعرف كلمه اكيوت ريجكشن، ما ممكن يبقى تي سيل وممكن يبقى بي سيل وهكذا. فاذا دلوقتي احنا هنفصص تاني الامور، ان الريجكشن ده بيحصل بالاميون سيل، واحنا قلنا ان في عندنا ثلاثه مين كومبارتمنت، حاجه اسمها الانتيجين بريزنتنج سيل، وبعد كده عندنا التي سيل والبي سيل. فده ميكانيزم، ده ميكانيزم اوف ريجكشن. لكن all kind of all kidney structure get affected، واحنا قلنا ان الجوليميريلاي والتيبيولز والانترستيشيوم والفيزلز، فده اناتومي ديفيجن. لكن بقى اللي احنا دلوقتي لازم نبقى عارفينه ان التي سيل ميديتد ريجكشن بتبقى مياله ان هي تعمل افكشن للماكرو فاسكولار كومبارتمنت. ولما نيجي نتكلم على الماكرو فاسكولار كومبارتمنت نقصد بيها اللي هو الفي اللي بيتقال عليها الفي، اللي هو الارتريز والارتريوز.
ومعاها التيبلو انترستيشال نيفرايتس التيبلو انترستيشال كومبارتمنت. لكن لازم نبقى عارفين ان ولا واحد في دولة سبيسيفيك للتي سيل ميديت ريجكشن بعينه. يعني لما هنيجي ندرس قدام هتكتشف ان الماكرو فاسكولار كومبارتمنت ممكن يحصل له افكشن مع الانتي بودي, والتيبلو انترستيشن كومبارتمنت ممكن يحصل له افكشن مع الفيرال انفكشن او مع الامراض اخرى كتير مش بس مع التي سيل ميديت ريجكشن. الانتي بودي ميديت ريجكشن ميال اكتر ان هو يعمل مايكرو فاسكولار كومبارتمنت, يقوم ضارب الحاجات الصغيره اللي احنا نقصد بها ايه بالمايكرو فاسكولار كومبارتمنت, الجلوميرولاي والبيريتيوبلر كابيلرز. وبرغم كده برضو ان ده ولا واحد فيهم برضو سبيسيفيك, لان يعني زي ما احنا هندرس ان التي سيل ميديت ريجكشن ممكن يأفكت المايكرو فاسكولار كومبارتمنت. فاذا تحس ساعات ان الريجكشن عامل زي الكورونا, يعني ما فيش حاجه تقدر, يعني لو سمعت صدر العيان ولقيته عليه كريبيتيشنز ما تقدرش تعرف ده ايه. سي تي شيست ممكن تحسم الامور وممكن ما تحسمش, ممكن تبقى مايلد فايندينج فانت تحتاج تعمل بي سي ار, وممكن البي سي ار تعمله يطلع نيجاتيف وتحلف ان العيان. فلازم تحط ده مع ده مع ده مع ده عشان في الاخر تكون صوره ان تقريبا اولموست ما فيش حاجه سبيسيفيك قوي. الجود بوزيتيفيتي والجود نيجاتيفيتي, يعني في حاجات بتبقى جود نيجاتيف وفي حاجات بتبقى جود بوزيتيف, في الاخر بتكمل الصوره, بتطلب كل حاجه وفي الاخر انت بتبدا تحط المكعبات فوق بعضها وتبدا تكون الصوره على بعضها. في بقى حاجه لازم نبقى عارفينها برضو, ان الانتي بوديز بتبقى جيت ووشد ان ذا سيركيوليشن. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما بتاخد العينه بتاعت الكليه مش هتلاقي فيها انتي بوديز, الانتي بوديز دي بتتسحب مع السيركيوليشن. فانت دلوقتي علشان تشخص الانتي بودي ميديت ريجكشن انت مش هتلاقي الانتي بودي ده, استحاله الموضوع ده منتهي. فعشان خاطر تشخص الانتي بودي ميديت ريجكشن انت مضطر انك انت تدور على حاجه اسمها الفوت برينت للانتي بوديز, وده هنتكلم عليه في الانتي بوديز لما نيجي نخش فيه. اخر حاجه, اخر معلومتين لازم نبقى عارفينهم, ان الريجكشن والدراج توكسيستي تبقى مياله ان هي بتعمل حاجه اسمها باتشي باترن. يعني ايه باتشي باترن؟ يعني ممكن تسحب حته من الباثولوجي من العينه تطلع نورمال والعينه اللي جنبها تطلع افكتد, زي ما احنا شايفين هنا في الباثولوجي اللي قدامنا دي. السامبل او الكور اللي على ايدينا الشمال ده كور نورمال خالص, لكن الكور اللي على ايدينا اليمين الكور ده مليان انترستيشال انفلاميشن وتيوبلر انفلاميشن تيبيلايتس, رغم ان هم ان الباثولوجي جاي من نفس العيان بنفس التوقيت بس دي من ديفرنت ارياس. وده لو انت برضو يعني خدت بالك ان ساعات مثلا في ايام اللوبس لما كنا بنذاكر اللوبس تلاقي عيانه كان كرياتينينها واحد واحد ونص, وتيجي تسحب لها بايوبسي وتلاقي البايوبسي بتاعتها مطلعه كرونوستي تشينجز مريعه رغم ان العينه تحلف ان هي اكيوت. انت حظك كده الباثولوجي انت سحبت عينه طلعت في حته اصلا بايظه, لكن بقيه الجرافت كويسه, لان غالبا الريجكشنز وغالبا الاوتو اومين ديزيز بتبقى مياله ان هي تعمل باتشي باتر. فالباثولوجي انتبه مش دايما بيبقى هو كل حاجه. الكلينيكال سيناريو والعيان اللي انت متابع معاه بقالك فتره طويله بيبقى اوقع بكتير قوي من الباثولوجي, لان زي ما احنا قلنا ان الريجكشن بيبقى باتشي باتر. المعلومه الاخيره بقى اللي احنا لازم برضو نركز عليها, ان الانتي بودي ميديت ريجكشن والتي سيل ميديت ريجكشن زي ما احنا قلنا ممكن يحصلوا مع بعض وممكن يحصلوا ورا بعض, وانك لما بيحصلوا تسحب البايوبسي الاولانيه ان انت بتقوم مغير في الميديكيشنز. فساعتها ممكن عيان, يعني مثلا لقيت ان عيان انتي بودي ميديت ريجكشن رحت مديله اي تي جي وروتوكسيماب وكلام من ده, لقيت العيان فجاه نوت ريسبوندنج او حصل له بارشل ريسبونس وبعد كده بدا يريس تاني, فتيجي تسحب انذر بايوبسي تلاقي العيان جاله سي ام في, فده كومبليكيشن بتاع ميديكيشن. انت اديت العيان هيفي امينو سبريشن فزودت السبسبتيبيليتي للانفكشن, او لقيت الدواء نفسه عمل افكت. فما تنساش الموضوع بيمشي خيط, لان فانت نصيحه لما تيجي تتكلم في الزرع ما تعملش اوت اوف ديسيجن في نفس الوقت, ولما تحس ان الدنيا باظت قوي ما دونت هيزيتيت تو تيك انذر بايوبسي. يعني انا مثلا ساعات بشوف حاجات من بعض الناس ان هو يسحب باثولوجي وتلاقي مثلا مطلع حاجه اسمها تي ام اي, فمن غير ما يعمل دي اس ايز من غير ما يعمل اي حاجه خالص بيقول ديت على طول ديت دراج انديوس من السي ان اي تي ام اي نتيجه السي ان اي, يوم شايل السي ان اي وقلب العيان على ام تورز, وهي تبقى اصلا التي ام اي دي اصلا ريليتد لانتي بودي ميديت ريجكشن. فالعيان هو كان في ريجكشن وقلبه من دواء قوي لدواء ضعيف, فبتلاقي بقى حاجات مريعه الباثولوجي تشوه وانت ما عدتش عارف ان العيان راح فين.
ده ما انتش عارف انت عينهم راح فين. فعشان تبدا على النظافه بتبدا بقى بنظر باثولوجي، نظر بايوبسي، وتبدا بقى تعالج على حسب النيو فايندنج، ما لناش دعوه باللي فات. فبتبقى قرارات مريعه. فارجوك لما تيجي تتكلم في الزرع او تيجي تتكلم في التريتمنت، حاول ما تعملش a lot of decisions، اغير دواء من دواء اقلب دواء، غلط طبعا، لانك انت في الاخر هتتوه نفسك، ولو حصل partial response ما تبقاش عارف ايه اللي حصل من مين، فما تعملش كده. فتاني الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها في دماغنا، اول حاجه ان لما بقول ان الاميون سيستم هو اللي بيعمل ده، تي سيل ميديت ريجكشن وانتي بودي ميديت ريجكشن، ده بنتكلم في ميكانيزم. الاناتومي ان على حسب الاستراكشر اللي حصل له افكشن، جلوميرولاي ولا تيبيولز ولا انترستيشيوم ولا ارتريز وارتيبيولز، ان التي سيل بتبقى مياله اكتر ان هي تضرب الماكرو، ان البي سيل غالبا بتضرب المايكرو ونقص بالمايكرو الجلوميرولاي والبريتيوبلر كابيلري، ان الانتي بودي غالبا مش هتلاقيها اصلا في السامبل لان هي تبقى موجوده في الدم، فانت محتاج انك تدور على فوت برينت. وما تنساش ان الريجكشن بيبقى باتشي، فما تنساش ان الكلينيكال والكلينيكال داتا ممكن تبقى مختلفه خالص عن على الباثولوجي. تلاقي الباثولوجي بيحلب بالكورونوسيتي والعيان اكيوت اكيوت، لانك خدت حته من كرونيك انسلت مش من الحته اللي فيها اكتيف كومبوننت. تاني حاجه الاخيره ان نفتكر ان التي سيل والبي سيل ممكن يحصلوا مع بعض، ما تنساش، وانك ما تحاول، وان في افكت بتاع الميديكيشنز، وان العيان ممكن يتعرض لانفكشن في النص، فما تعملش a lot of decisions. حته adequate biopsy من طبعا بعد ما عرفنا حته الباتشي، فظهر قناعات او ظهر قرار ان لما تيجي تاخد بايوبسي في عيانين ترانسبلانت، الافضل انك تاخد تو كورس. ولما تاخد الكورس في عيان ترانسبلانتيشن، خدها من different cortical area. في حد عايز يسأل عن ريبيت تاني؟ طب لو في حاجة ممكن تراجع الفيديو. يبقى احنا دلوقتي لما عرفنا ان الباثولوجي بيبقى باتشي، فأرجوك لو هتاخد باثولوجي في عيان زرع، احسن خده تو كورز، والاحسن ما يبقوش من نفس الحتة، عشان ما تبقاش بتاخد من نفس المكان اللي ممكن يطلع فيه ليجن قديم. تاني حاجة ان لازم تبقى عارف ان لازم تاكزامن كل الكومبارتمنت بتاعت الكيدي، فسبيشيالي الارترز. فعشان كده اتفق مجازا ان عشان تقول ان العينة دي اديكويت، لازم تكون تو كورز من تو ديفرنت كورتيكال اريز، ولازم التو كورز دولت يبقى فيهم اتليست توتالي 10 جلوميرولاي وتو ارترز. لو ما طلعش عندك ارترس في الباثولوجي، هتبقى مشكله كبيره، لانك انت دلوقتي انت مش هتقدر تعرف قوي هل يا ترى الارترس دي فيها ليجنز ولا لا. لان زي ما انت هتيجي تكتشف وانت بتذاكر التي سيم ديت ريجكشن، ان ممكن الليجن يبقى في الارترس بس، وان يبقى كل الكومبارتمنت كويسين، ويبقى في الاخر العين عنده سيفير تي سيم ديت ريجكشن انت ما شفتوش عشان ما طلعش معاك ارتري. لما هتعمل الباثولوجي لازم تاكزامن بايه؟ اكزامن باللايت مايكروسكوبي، وبعد كده يا اما تكزامن بالامينو فلوريسنت او الامينو هيستوكيمستري، وبالسامبل بالستينز اللي قدامنا دي، هتعمل ستينز سي 4 دي يا اما اللي هو الاس في 40 عشان البليوما فيروس. احنا اور سنتر اكسبيرينس احنا بقينا بنعملها روتين، واب تو ان في البنف 2019 بدا يرقى ان الاس في 40 بقى روتين، بالاضافه الى الامينو فينوتايبنج. لما برضو دي حته بسيطه على السريع، المفروض انك انت لما بتبقى محتار قوي السيلز اللي قدامك دي ريليتد للتي سيل ولا البي سيل، فانت تبقى عندك ستينز بتصبغ بيها السي دي 3 دي بتصبغ التي سيل. فلما تيجي تصبغ باثولوجي وتلاقي الباثولوجي واخد السي دي 3 دوميننت، تبقى عندك قناعات قوي ان اللي قدامك دي تي سيل ميديت ريجكشن. لكن لما تلاقي السي دي 68 هو الدوميننت، تبقى ميال اكتر ان دي انتي بودي ميديت ريجكشن، ده بيصبغ الماكروفاج. اخيرا الالكترون مايكروسكوبي، طبعا لسه برضو عليه كلام، في لا يرقى ان هو يبقى مانداتوري في كل العيانين، لكنه الالكترون مايكروسكوبي له قوه في حاجات كتير قوي، زي انه بيكتشف الريكرنس بتاع الاوريجينال كيدني ديزيز بدري، وبيكتشف الايرلي دايجنوزس زي ما احنا قلنا، زي ما هنكتشف قدام حاجه اسمها التي جي. التي جي ده في الايرلي دايجنوزس بتاعه بيكتشف بالالكترون مايكروسكوبي. فاذا دلوقتي لما هسحب بايوبسي هقوم عامل ايه؟ هقوم قايل بتاع الالترا ساوند او الانترفينشن راديولوجي او الانترفينشن نيفرولوجي، هو ديفر
لو سمحت اسحب لي تو كورز من تو ديفرنت ايريز، وبعد كده هبعت ريبورت للباثولوجيست ان انا عايز اكزامن العينه ديت لايت وامينو فلوريسنت او امينو هيستوكيمستري بالستينز اللي انا هقررها من قبل ما اعمل، ان كل ستينز من دي لها ثمن، فلازم يبقى عارف من قبل ما يعمل العينه هو هيعمل عليها ايه. واخيرا اذا كنت هقرر هعمل الكترون مايكروسكوبي ولا لا، وده له اوقات خصوصا في العينين اللي انا مش عارف الاوريجينال كيدني ديزيز بتاعه ودخل في اي كي اي وانا مش قادر افسر قوي، فهيبقى ساعتها قوه الالكترون مايكروسكوبي لسه موجوده. ايه الفرق بين الاميونو فلوريسنت والاميونو هيستوكيمستري؟ الاميونو فلوريسنت ده بيتعمل على فريش فروزن سيكشن، فده القطعيه بتاعه الباثولوجي نفسها بتبقى مختلفه. عشان ما تنساش ان الاميونو فلوريسنت الاف مع الاف فروزن، فروزن فريش فروزن سيكشن، فده لازم يتعمل على حاجه فريش، على عينه فريش. ايه قوته؟ قوته ان هو مور سبيسيفيك، وطبعا بيتعمل على باك جراوند سودا فبيبقى اوضح وبيبقى مور سنسيتيف. طب ايه وحشته؟ وحشته ان هو مش ستيبل ونوت بيرمننت، ولا وكمان ما بيقدرش يلقط حاجه اسمها الجلوميرولا سي 4 دي. لما بنيجي نصبغ بالسي 4 دي ما بيقدرش يلقط، ما بيقدرش يأتاتش للجلوميرولر بيزمنت ميمبرين، فده وحشت الاميونو فلوريسنت وقوته. الاميونو هيستوكيمستري القصه بقى مختلفه، ان انا بعمل بتاع ده على بارافين سيكشن. بارافين سيكشن ده بيبقى شمع، فالعينه بتبقى ستيبل وتقعد معايا فتره طويله، فمش محتاج ان انا اعملها فريش. وبعد كده قوته كمان في انه بيديتكت الجلوميرولر سي 4 دي زي ما هنعرف قدام، لكن زي ما قلنا ان هو ليس سنسيتيف وممكن يلوس سام فايند. فانا خلاص عملت الباثولوجي وبعدين هحولها دلوقتي للباثولوجيست. فانا هقول له ايه؟ هقول له الاول انا عندي عيان الايش بتاعه كذا. طب الايش يفرق معايا في؟ طبعا العيان لو جاله ريجكشن، لو جاله اصلا زرع وهو عنده 30 سنه فانا الجلوميرولر ديزيزس عندي، لكن لو عام دايابيتك وهايبرتنسيف وسنه حاجه و60 سنه فالريسك بتاع الايش هيبقى بالنسبه لي تفصيله مهمه. الكادافيريك ترانسبلانتيشن ده هو ليفنج ريليتد ولا ليفنج ان ريليتد؟ التايم ريليشن الاوبريشن، العيان ده حصل له الايفنت ده امتى؟ تايم ايرلي ولا بوست ترانسبلانت؟ هل ترى انا عارف البرايمري كيدني ديزيز؟ البرايمري كيدني ديزيز هيفرق معايا في ايه؟ هتكتشف قدام ان في حاجات زي الميمبرنز بتعمل سي 4 دي ديبوزيشن خصوصا في الجلوميرولر، وبتعمله جرانيولر نوت نيلير. فقصة ما فيها ان اللي هيبقى فيه مشكله في الانتربريتيشن، وبعد كده انا ممكن تستفيد من الباثولوجيست ان هو ممكن يعمل اكسترا اكزامينيشن لما تعرفوا ان العيان ده عنده برايمري كيدني ديزيز زي الميمبرنز او اللوبس. الانديكيشن فور بايوبسي، العيان ده انت بتعمله بايوبسي ليه؟ هل ترى كان عنده رايزنج كيدني فانكشن؟ هل ترى كان عنده بروتونوريا؟ انت لما العيان جالك عملت له دي اس ايز ولا لا؟ ولا هو كان زارع بريفورمد دي اس ايز ولا لا؟ العيان دايابيتيك ولا هايبرتنسيف؟ عشان لو لقى في تشينجز ريليتد دايابيتس ولا هايبرتنشن يقدر يقيمها. العيان ده انت زارعه بايه؟ تريبل ولا كوتريبل امينو سبريشن؟ كوتريبل يعني زارع باندكشن ولا لا؟ والليفل بتاع الادويه بتاعتك ليه؟ ده عالي ولا واطي؟ يعني التكروليمس كان 38 ولا التكروليمس كان 3؟ هتفرق، طبعا هتفرق جدا. المانيفستيشنز اور سسبيشس اوف انفكشن، لو انت شاكك في العيان ده ان هو عنده انفكشن، عنده دايريه، وانت شاكك ان العيان ده ممكن يكون سي ام في، او العيان عنده ريكرنت يو تي اي وشاكك في البي كي او 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 او، فبعت التفاصيل بحيث ان الراجل الباثولوجيست يبقى عارف تقريبا انت عايز ايه. فاينلي الحاجات اللي انت عايزها اكسترا اون روتين، يعني الحاجات الروتينيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها ورا، اللايت والايمينو فلوريسنت او الايمينو هيستوبريكسيديز، وانت عايز تعمل اكزامينيشن بالسي 4 دي بس، ولا عايز الاس في 40، ولا عايز ايه؟ اكزامبل نقول مثلا هتقوم قايل للباثولوجيست ان انا عندي عيان 20 سنه زارع من ليفنج ان ريليتد وحصل له رايزنج في الكيدني فانكشن او حصل له بروتونوريا 6 شهور بعد الزرع، البرايمري كيدني ديزيز بتاعه كان ميمبرنس، هو كان زارع وكان فيري لو ايميونولوجيكال ريسك وما كانش فيه بريفورمد انتي بوديز، وانا لسه باعت له دي اس ايز، العيان نوت دايابيتيك نوت هايبرتنسيف وكان زارع باندكشن و تريبل امينو سبريشن وكنت عازره على تاكروليمس ام ام اف استرويدز، واخر ليفل التاكروليمس بتاعه كان 8، والعيان شو نو ساينز اور مانيفيستيشنز اوف انفكشن، وانا عايز بعد اذن حضرتك اعمل لي لايت واعمل لي امينو هيستوكيمستري واعمل لي السي 4 دي بس.
مش عايز اكتر من كده، ولا عايز اعمل الكترون تحت بند ان انا العيان كان عنده برايمري جي ان، ده سي يور ديسيجن. المهم في الاخر تبقى عارف الداتا اللي انت المفروض توصلها للباثولوجيست عشان تقدر تستفيد من العينه اللي انت واخدها عندك دي. هنتكلم بقى بسرعه النهارده عن حاجه اسمها البانف دايجنوستيك كرايتيريا فور رينال الوجرافت بايوبسي. لو في حاجه تانية يا جماعه في النص وقفوني عادي، مش مشكله، النهارده موضوع لذيذ فاحنا عايزين ايه نستفيد من القصه دي مع بعض واحده واحده كده. في بلد اسمها بانف، بانف ديت في البرتا دي في كندا. فتره فجاه قرر مجموعه من الناس كانوا باثولوجيست ونيفرولوجيست وترانسبلانت سيرجن ان هم يجتمعوا، لان هم في عندهم مشكله كبيره في موضوع الباثولوجي وفي الفايندنج، فلازم يجتمعوا مع بعض عشان يقرروا هنعمل ايه، لان الترانسبلانتيشن كانت الريزلت بتاعته مش لطيفه. وبعدين الناس ديت بدات تتجمع كل سنتين من 1993. فاحنا النهارده اخر ميتنج ليهم كان 2019، فهم عملوا 15 ميتنج. جمال الموضوع طبعا ان هم الناس بره مش 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 زي للاسف ما بنشوف في الوقت الحالي، ان كل الناس شايف ان هو لوحده وممكن يقدر، التيم وورك ده اهم شيء، وان البني ادمين يتجمعوا على الخير ان هم يحاولوا يفيدوا الناس ويفيدوا البشريه، ده بيبقى شيء عظيم جدا. فاذا البنف ده بدايته خالص كانت من سمول جروب من جراحين ومن بتوع كلى ومن باثولوجيست، بدا الموضوع في 93 لغايه 2019، فهم عملوا 15 ميتنج اللي هم كل سنتين. جميل بقى في الموضوع طبعا لما في حد بيبدا حاجه الموضوع بيكبر وبيتطور، فبداوا يقسموا نفسهم لفرق. فرق دورها ان هي تعمل استاديز عن موضوع الجلوميرولر انسلت، وناس بتبقى بتقيم الريكرنت جي ان، وناس بتقيم البريتيوبولار كابيلاريتس. وبدا كل فريق يبقى مسؤول عن انه يعمل ابحاث ويعمل استاديز عن حته معينه، حته التخصص اللي احنا بنشوفها دايما دلوقتي ان هي واخده الايرا الاهم، ان حاول بقدر الامكان تتخصص جوه التخصص جوه التخصص جوه التخصص، مش انك تكون موسوعي، وانك لما تبقى موسوعي بتبقى اخطائك اكتر. وده تقريبا الابديتس اللي قاعده تحصل في البنف من اول 93 لغايه 2019. طبعا الصوره معقده بس انا جايبها لعده اشياء. اولا عشان تفهم 2019 هتضطر ترجع ورا شويه. طب ارجع ورا لغايه امتى؟ ارجع ورا لغايه 2007 على الاقل. 2007 دي بداية اللي انت عشان تقدر تفهم الأمور، لكن قبل كده كان فيها مشاكل وكانت لسه الموضوع بيتظبط. وحابب برضو اعمل استرس كده، ساعات في حاجة اسمها الكان ده حاجة قديمة قوي، حاجة اسمها كرونيك الوجرافت نفروباسي، بعض من أساتذتنا الكبار في السن طبعا لسه بيستخدموها، بس تعرف ان ده ترم اوبسوليت، ده موجود كان موجود في 99 وكان ترم غلط وتشال اصلا خلاص من كل الكتب. هو حاجة اسمها باسكولر ريجكشن، مش حاجه اسمها فاسكولار ريجكشن. يعني انت شفت التي سي ميديتد بتعمل على الماكرو، وشفت الانتي بودي ميديتد بتعمل على المايكرو، مفيش حاجه اسمها فاسكولار ريجكشن ولا حاجه اسمها كرونيك الجرافت نفروس، دي حاجات قديمه. لما تيجي تذاكر البانف عايز تقراه ما ينفعش تقرا من 2019، لان 2019 ده ابديت، فلازم ترجع للاسف من 2007. ده الابديت بتاعه 2019، طبعا شكله مريع لكن هو في الاخر الموضوع سهل، وهتلاقي الموضوع واحده واحده النهارده بسيط، بس خلينا ناخد الامور واحده واحده. في عندنا حاجه في البنف اسمها سكورنج سيستم. سكورنج سيستم ده اللي هو النهارده كان في حد بعت على الجروب باثولوجي، بتلاقي دايما يقعد يسرد ايه اللي حصل، اللي حصل في الباثولوجي والجلوميرولا حصل فيها ايه والتيبيولز حصل فيها ايه، وفي الاخر بتلاقي مربع كده اسمه السكورنج سيستم. السكورنج سيستم ده قائم على الاناتومي زي ما احنا شفنا، والسكورنج سيستم ده فيه ست حاجات اكيوت. لو انت رجعتهم هتلاقيهم ببساطة هم الاربعة الاساسيين، الاربعة الكمبارتمنت الاساسيين اللي هم ايه، الانترستيشن والتيبيولز والفيزلز الكبيرة اللي هي الماكرو، والفيزلز الصغيرة اللي هي المايكرو اللي هم الجلوميرولر والبيريتيوبولر كابيلرز، يزيد عليهم حاجة اسمها السي فور ديستيني. فده في الاخر عشان هنحفظ مع بعض، يعني خلي الامور بقى حفظ دلوقتي. الاكيوت سكورينج هم ست، ستة في الآخر، هم في الحقيقة مش ستة، هم في الحقيقة خمسة ليه؟ لأن في حاجة اسمها المايكرو فاسكولار كومبارتمنت اللي تشمل الجلوميرولاي والبريتيوبولار كابيلاريز، دورت واحدة، والماكرو اللي هي الفي، والتي اللي هي التيبيولز، والاي اللي هي الانترستيشن. السي فور دي ده لوحده بقى خالص. تاني حاجة عندنا حاجة اسمها الكورونيك سكور. الكورونيك سكور بقى دولت خمسة،
خمسة اللي هم ايه؟ بص ببساطة الحاجات الاكيوت تقلبها كرونيك، يعني ايه؟ يعني حصل انفلاميشن في الانترستيشن، فبعد كده يقوم في الاخر الكرونيك الاكيوت انفلاميشن حصل في الانترستيشن يقلب كرونيك، بنسميه ايه؟ انترستيشن فايبروزس، اللي هو الكرونيك اي كرونيك انترستيشن فايبروزس. طب الكرونيك التيبيولايتس حصل اكيوت انفلاميشن في التيبيول زي ينتهي بايه؟ بكرونيك تيوبلر اتروفي. في الاخر مجازا السي اي والسي تي الناس بتقول عليها مجازا افتا، افتا يعني انترستيشن فايبروزس وتيبلر اتروفي، دي معناها ان كرونيك في عندك حاجه كرونيك. الكروميولايتس الجلوميرولايتس لما بتهيل لما العيان يجي له انفلاميشن في الجلوميرولاي يقوم في الاخر لما يهيل ويخف العيان يقلب لحاجه اسمها كرونيك جلوميرولايتس او اللي هو الكي جي اللي هو ترانسبلانت جلوميرولوباثي، ودي حاجه برضو كرونيك. يعني ايه؟ يعني في الاخر كان في سيلز كتيره قوي في الجلوميرولاي، لما السيلز دي انتهت وتعالجت التبيولز ما خفتش، الجلوميرولاي ما خفتش، وبقت حاجه اسمها دبل كونتور، دي حاجه ده معناه ان حصل لها كرونيك انسلت. نفس الموضوع بالنسبه للفي الفيزلز، الفيزلز دي حصل فيها انفلاميشن انتهى في الاخر بحاجه اسمها كرونيك فاسكولوباسي. يعني ايه كرونيك فاسكولوباسي؟ يعني حصل سيكنينج في الانتم، سيكنينج وفايبروزس في الانتم. ففي الاخر البريتيوبلر كابيلاريتس حصل بقى اسمها بريتيوبلر كابيلاريتس مالتي ليرنج. مالتي ليرنج دي حاجه بنشوفها في الالكترون مايكروسكوبي، وده ريليتد للانسلت اللي حصل في البريتيوبلر كابيلاريتس. طبعا ما عنديش حاجه للسي 4 دي في الكرونيك، فالسي 4 دي تشال. فاذا هم تقريبا خمسه، وهم في الاخر خمسه اكيوت وخمسه كرونيك. يزيد على الاكيوت ان في عندك سكورنج للسي 4 دي. الخمسه الكرونيك السي اي والسي تي اللي هم بين قوسين الافتا، السي في اللي هو الكرونوستي بتاع الفي، والسي جي الكرونوستي بتاع الجي، والبريتيوبلر كابيلاريز مالتي ليرنج، وده حاجه بنشوفها في الالكترون مايكروسكوبي. في حاجة بقى ترم غريب شوية، حاجة اسمها acute in top of chronic، اللي هو بنسميه التي اي والاي افت، ده هنتطرق ليه في السلايد بقى اللي جاي. في الاخر لما الحاجة اللي هنركز عليها ان الجريدنج حاجة من الاثنين، يا اما برسنتج يا اما عدد. يعني ايه؟ يعني مثلا لما تيجي تقرا مثلا انفلاميشن، الانفلاميشن بيقول لك قد ايه من الكور حصل له انفلاميشن، فده برسنتج. لكن لما تيجي تتكلم على مثلا التيبيولايتس، التيبيولايتس هتعد الخلايا او الجلوميرولايتس هتعد الخلايا، ففي حاجات بتبقى فيها برسنتج وفي حاجات بتبقى فيها كاونتنج. الاناتومي تاني هنتكلم بقى بشكل ادق شويه عن الاناتومي والسكورنج سيستم. نفترض مجازا ان دي الكور اللي انت اخذته، يعني انت خدت عينه من الكيدني والكوره اهو طالع قدامك. الكور ده هنفترض مجازا ان هو اللي تحت ده اللي هو المربع الازرق ده هو ده الكور. كان زمان اول حاجه لما طلع الاي سكور ان احنا هو بيقول لك الانفلاميشن في النون سكارد اريا. فلو نفترض مثلا ان الحاجه اللي على ايدك اليمين دي ده السكارد اريا اللي عليها خط دي، ده كل دي سكارد اريا. سكارد اريا يعني ايه؟ يعني فيها فايبروزس وتيبلر اتروفي، وان النجوم دي هي الانفلاميشن سيلز، الخلايا اللي عامله انفلاميشن. فاحنا عندنا جزء سكارد وعندنا جزء نون سكارد، ده جزء هيلسي. الجزء الهيلسي ده لما يبقى فيه انفلاميشن في دي حاجه اكيوت، يعني الجزء ده كان هيلسي خالص ما فيش حاجه خالص، بعد كده فجاه بدات تخش فيه خلايا، والخلايا ديت لما ما تلحقتش ده هيحصل فيه زي اخوه، هيبقى هو كمان فايبروزد واتروفي. فالانفلاميشن اللي في النون سكورد نون سكارد اريا دي بيور اكيوت، ودي اللي بنقول عليها الاي سكور. فلو مجازا ان احنا قلنا الجزء ده يمثل قد ايه من الكور كله على بعضه، هيقوم يمثل 25% من الكور، ربع الكور بيبقى فيه اكيوت انفلاميشن او انفلاميشن في نون سكارد اريا. وده لو ما اتعالجش او مع الوقت يا اما يخف المصير بتاعه، يا اما يتحول لحاجه وحشه قوي اسمها الافتا، يا اما يحصل حاجه في النص نص اسمها الاي افتا. الاي افتا يعني ايه؟ اي افتا الناس ما تتعقدش، الموضوع سهل وبسيط لما الناس بس تبقى تاخد الامور واحده واحده. الاي افتا زمان كانت بالنسبه لنا كمان عقده، لكن لما الواحد بيشتغل بتلاقي الامور بسيطه. يعني ايه اي افتا؟ يعني انفلاميشن في السكارد اريا. فلو نفترض ان الجزء اللي على اليمين ده هو ده السكارد اريا، عندك فيه انفلاميشن، فيه نجوم اهي، فالنجوم ديت هي حاجه عماله بروسيسنج، في حاجه عماله تدغدغ في الجزء اللي فاضل. فالجزء اللي عندك السكارد ده الواضح ان هو كان في لحظه من اللحظات هيلسي، لكنه انفيدد بخلايا
عمال اتدغدغ فيه، وفي الاخر هو كمان هيحصل له مور انفلاميشن اند مور اند مور. زمان ما كانوش بياخدوا بالاي افتا ده خالص، الانفلاميشن اللي موجود في السكار دي اريا ده كان بيعتبروه ولا حاجه خالص. لكن في واحد قدام اسمه مايكل مينجل هو اللي خد واخد القرار ده، اللي هو قال لك ازاي خلايا انفلاميشن موجوده عندي في الكور واهمله. الخلايا ديت ليها مدلول اكيد ان في عندنا انفلاميشن، في حاجه بروسيسنج شغاله. فلما تيجي تقول اي افتا ده يمثل قد ايه من الكور، مجازا برضو هتلاقيه تقريبا ربع الكور كله. فانت عندك انفلاميشن في جزء سكار ده صحيح، لكنه الانفلاميشن ده في جزء يمثل ربع الكور على بعضه. فده سموه حاجه اسمها اي افتا. ففي عندي افتا وعندي حاجه اسمها اي افتا. لما نيجي نتكلم بقى على الافتا والاي افتا، الاي افتا الافتا ده ديد تيشو، يعني حاجه باظت مفيش فيها اي حاجه خالص، مفيش فيها ولا انفلاميشن سيلز ولا اي حاجه خالص، عباره عن ايه؟ عباره عن انترستيشيال فايبروسيس وتيبلر اتروفي. طب ده قيمته ايه في الوجود؟ دي يا اما كانت حاجه قديمه وخلاص انتهت في الاخر، اصل الروايه الجزء ده مات، ده ديد تيشو. طب ده قوته ايه بالنسبه لي؟ مدلوله على الكوريليشن للسيرم كرياتين. يعني ايه؟ لو خدنا بايوبسي وقلت لك ان الافتا فيها 80%، انت توقع ان عندك الكرياتين بتاعه هتلاقيه 5 6، يعني 70% 80% من الكرافت او من الكور ده، لو الكور ده يمثل كل الكيدني او كل الكيدني نفس حاله، غالبا الكرياتين هيبقى وحش قوي. لكن هل يا ترى الافتا دي ليها علاقه بايمونولوجيكال بروسيس او ليها علاقه بدرج؟ محدش عارف. يعني ما تاخدش عليها ديسيجنز، ما تاخدش عليها ديسيجنز عظيمه. لكن الاي افتا، الاي افتا دي انفلاميشن في الاول وفي الاخر، هي انفلاميشن. طب ايه بقى الحته بتاعت التوتال تي اي سكور؟ التي اي سكور ده مجموع الاثنين، الاي سكور اللي هو الاكيوت والاي افتا سكور. فلو مجازا قلنا ده ربع وده ربع الكور، فاذا التي اي سكور يساوي 50% من الكور. فاذا لما تيجي تسمع الرقم الحقيقي ان 50% من الكور عنده انفلاميشن، ده معناه ان العين عنده سيفير ايمونولوجيكال بروسيس شغال. غير لما تسمع ربع الكور في ريجكشن، في ايمونولوجيكال انفلاميشن، فتبقى عندك قناعات ان العيان ده كويس ومش اموره كويس او اموره بسيطه. يبقى احنا تاني بقى عشان نبسط المعلومات على بعضها على بعضنا، اول حاجه احنا عندنا اي وعندنا تي. الاي ده يمثل الانفلاميشن الاكيوت انفلاميشن اللي موجود في الانترستيشن، والتي يمثل الاكيوت انفلاميشن اللي موجود في التيبيولز. وان ده لو ما اتعالجش بيتحول لحاجه وحشه قوي كرونيك اسمها الافتا، وممكن لو ما خدش بروبر تريتمنت يتحول لحاجه وسط اسمها الاي افتا. الاي افتا ديت ممكن تبقى العيان ما خدش فول تريتمنت، او العيان عنده اندرلاينج لسه بروسيس شغاله وعماله تكسر في الجزء ده. يبقى ده اول كومبارتمنت اتكلمنا فيها. الكومبارتمنت الثاني اللي هنتكلم فيها الفي، الفي اللي هي احنا اللي اتفقنا عليها، اللي هي الارتريز والارتريوز. الفي بتقسم في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4، ودي برضه زي ما احنا قلنا ان هي ريليتد للبرسنتج بتاع الانتيمال ارترايتس، بيسموها الانتيمال ارترايتس. فلو واخد جزء صغير قوي من الانتيما هو اللي حصل فيه انفلاميشن بنسميه في 1، لو واخد 25% من الانتيما بنسميها في 2، لكن لو انفلاميشن واخد كل السيركمفرنشال بتاع الانتيما بنسميها في 3. طب ايه اللي يحصل لو انت ما عالجتش الفي ديت؟ بتقلب لحاجه اسمها سي في، زي ما احنا قلنا كرونيك فاسكولوباسي. ايه الكرونيك فاسكولوباسي؟ ان اللي يحصل ناروينج في اليومين بتاع الارتري والارتريولز لغايه ما يحصل كومبليت اوكلوجن. وديت على حسب ما بيحصل نقص في اليومين يتقسم لثلاث حاجات، سي في 1 سي في 2 وسي في 3. وان السكورنج ده ما اتكلمش خالص عن الفايبرويد نيكروزس، فممكن يبقى العيان عنده فايبرويد نيكروزس مع في 1 ومش جايب سيرته. طب انا لازم نركز على الحته دي ليه؟ لان الفايبرويد نيكروزس مش هتلاقيه في البوكس بتاع السكورنج سيستم. السكورنج سيستم بيقسم في 1 وفي 2 وفي 3 وفي وبس وخلاص، ما بيقولش الفايبرويد نيكروزس. الفايبرويد نيكروزس هتلاقيه مكتوب فوق في الديتيلز. المايكروفاسكولار كومبارتمنت اللي احنا اتفقنا عليه ان هم حاجتين، الجلوميرولر والبريتيوبولار كابيلري. اول حاجه الجلوميرولر زي ما احنا قلنا ان بيحصل فيها انفلاميشن، وهي انفلاميشن في 25% ولا 25-75% من الجلوميرولاي. ولما الجلوميرولر ما بتتعالجش بتتحول لحاجه اسمها تي جي. يعني ايه تي جي؟
يعني ترانسبلانت جلوميرولوباسي. يعني ايه من الاخر؟ يعني بيحصل دبل كونتور في الجلوميرولاي من كتر الانفلاميشن. دي تاني حاجه. والمايكرو فاسكولار السكورنج برده ملوش علاقه بالتي ام اي، هو بيقول برسنتج. فلو العيان عنده تي ام اي مش هتلاقيها في المربع. الاسقاطات اللي انا بركز عليها دي ليه؟ بركز عليها لان في ناس بتقرا المربع بس وفي ناس بتقرا الدياجنوزس بس، فساعتها هتمس تفاصيل كتير قوي ما هيش مكتوبه، لان ما لهاش سكورنج سيستم. سكورنج سيستم بيبص على حاجات معينه اللي هم ايه؟ السته الاكيوت والخمسه الكرونيك. ملوش دعوه بحاجات تانية خالص، ملوش دعوه باي حاجه تانية خالص، وبيبص على الحتتين اللي هم الاخرين اللي هو التي اي والاي اف. ايه بقى القصه بتاعت الملخص بتاعت البنف 2019؟ البنف 2019 قالك لما هتعمل باثولوجي من الكليه هتلاقي عندك خمسه كاتيجوريز. كاتيجوري واحد انك تلاقي العيان عنده نورمال او نون سبيسيفيك فايند. كاتيجوري رقم اثنين انك تلاقي انتي بودي. كاتيجوري رقم ثلاثه انك تلاقي حاجه اسمها بوردر لاين. كاتيجوري رقم اربعه انك تلاقي حاجه اسمها تيل ميديتد. والتعديل الاخير ان كاتيجوري رقم خمسه حاجه اسمها بوليوما فيروس نيفروباسي. ببساطه هم قال لك هم خمس حاجات هتلاقيهم: النورمال، الانتي بودي، يا البوردر لاين، يا التي سيل، يا البليوما فيروس. هنا راح مقسم الانتي بودي لاربعه. الانتي بودي يا اما اكيوت يا اما كرونيك اكتيف، يا اما تلاقي حاجه اسمها سي 4 دي وزود ايفيدنس اوف ريجكشن، ودي مش هتلاقيها عندنا لان ديت مرتبطه بالاي بي او انكومباتبل كيدني ترانسبلانتيشن. اخر حاجه خالص ان الكرونيك ان اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن، دي كاتيجوري لسه ظاهره اخيرا في 2019، ودي بالبلدي كده عشان ما تتعبش نفسك قوي كتير فيها، انك تلاقي الباثولوجي مطلع كرونوسيتي كتير قوي 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 ومفيش اي سانس اوف اكتيفيتي خالص، وده ريليتد للانتي بودي ميديت ريجكشن، ودي غالبا الكلي دي خلاص فاليرت ما تتعبش نفسك فيها. فدي هم حطوها ليه؟ زي مثلا ما كنا بنحط في اللوبس كلاس 6 ان العيان ده خلاص اند ستيج، ما تقعدش تدي له اندوكسان وتتعب نفسك فيه. فاذا لو الباثولوجي مطلع ان العيان ده كرونيك ان اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن، ارفع بقى ايدك في الاميونو سبريشن، ما تقعدش تعلي على العيان عشان في الاخر ما تموتوش. فده الخمسه كاتيجوري للبنف 2019 اخر حاجه خالص. التي سيل ميديت ريجكشن هم نوعين، يا اما اكيوت يا اما كرونيك. في ملحوظات بقى بسيطه كده عايزك تركز عليها قبل ما نخرج من السلايدز دي. التي سيل ميديت ريجكشن متقسم جريد، فهتلاقي فيه جريد 1 A و1 B و2 A و2 B و3، ده في التي سيل ميديت ريجكشن في الاكيوت. لكن الانتي بودي ميديت ريجكشن ما هوش متقسم جريد خالص، يعني مفيش فيه جريد. اذا فلو العيان عنده انتي بودي ميديت ريجكشن مش هقدر اعرف العيان ده عنده سيفير انتي بودي ميديت ريجكشن ولا مودريت، ما اقدرش اعرف. فعشان كده في بعض الناس عندها بعبع ان الانتي بودي ميديت ريجكشن ده ما بيخفش. ما بيخفش ليه؟ لان في ناس بيجي لها الانتي بودي ريجكشن والكليه بتفاليير. ده مش معناه ان الانتي بودي ميديت ريجكشن بهذا العنف، لان هي ستيل هو التي سي ميديت ريجكشن هو السبب الاساسي في الجرافت فيلير. لكن احنا ما عندناش مدلول عن الانتي بودي ميديت ريجكشن ده حاجه سيفير ولا حاجه مايلد ولا حاجه مودريت. فده بالنسبه لنا احنا بنعالج شيء احنا مش عارفين اذا كنا هنحتاج نبقى اجريسيف قوي قوي ولا نحتاج ان احنا نكون ايدينا الى حد ما لايت. تاني حاجه، انت لما هنيجي نتكلم على الفرق بين الانتي بودي ميديت ريجكشن والتي سيل ميديت ريجكشن، برضو ان التي سيل ميديت ريجكشن الساينز بتاع الكرونيك اكتيف واضحه قوي، اللي هو ايه اللي احنا كنا بنتكلم عليه، حاجه اسمها الاي اف. لكن الانتي بودي ميديت ريجكشن قصه فيه مختلفه شويه، فمش غير ما متعبكم هنخلينا نخش على التفاصيل وبعد كده هنلاقي الامور اوضح شويه. لحد هنا الامور واضحه ولا في عندنا حد اسئله قبل ما نخش على الانتي بودي على التي سي ميديت ريجكشن؟ لو في حد عنده اسئله خلينا نعمل بريك في النص الاول كده قبل ما نخش، احنا يعني ايه ان شاء الله تبقى الامور بسيطه بعدها. لو في حد عايز يقول حاجه يقول. في سؤال كده حد كان ساله بيقول الافتا والاي افتا. الافتا ده الجزء، لو احنا كنا رجعنا للكور اللي احنا كنا شفناه، في جزء من الكور انفليمد بس، قصدي فايبروزد بس، مفيش فيه اي انفلاميشن، فده اللي بيسموه الافتا. لكن لو جو فيها عندك جزء انفليمد جوه الافتا، فده اللي بنسميه الاي افتا. ارجع صوره الكور ولا الدنيا كده واضحه؟ الاي افتا يعني في انفلاميشن، في انفلاماتوري سيلز، في انفلاماتوري سيلز جوه الانفايبروسس.
في حد عنده أسئلة قبل ما نخش في التي سي ميديت ريجكشن؟ تمام. التي سي ميديت ريجكشن لما قبل ما هنيجي نتكلم فيه هتلاقيهم ثلاثة كاتيجوري. حاجة اسمها أكيوت أو أكتيف تي سي ميديت ريجكشن، وفي عندك حاجة اسمها كرونيك أكتيف تي سي ميديت ريجكشن، وفي عندك حاجة اسمها بوردر لاين تي سي ميديت ريجكشن. إيه الفرق بينهم؟ البنف ليجنز والجريدنج. اول حاجه لما جه يتكلموا على الاكيوت او الاكتيف تي سيل ميديتد ريجكشن راح قال لك ان هو في عندك حاجه اسمها جريد 1. جريد 1 يعني ايه؟ يعني انت عندك احنا اتفقنا ان التي سيل ميديتد ريجكشن بتافكت تو كومبارتمنت اساسيين، التيوبلو انترستيشيال، تقوم واخد التيبيولز واخد الانترستيشيوم وتاخد الارتريز والارتريولز، يعني يا اما تاخد التيوبلو انترستيشيال يا اما تاخد اللارج بلاد فيزلز الارتريز والارتريولز. فهم قالوا اول حاجه الجريد 1 هنخليها خاصه بالتيبلو انترستيشيال بس، مش بس التيبلو انترستيشيال بس، ليها لازم تكون ليها بصفات معينه. صفات معينه يعني ايه؟ الانفلام لازم يبقى في عندك تيبولايتس، لازم يبقى في تيبولايتس، والتيبولايتس يعني هي الاساس تيبولايتس، تيبولايتس مع انترستيشيال فايبروسس، تيبولايتس اتليست تكون تي 2 ومعها انترستيشيال فايبروسس 2 او 3. فلو هي تيبولايتس 2 مع انفلاميشن 2 او 3 دي بنسموهم جريد 1 ايه. طب هي لو تيبولايتس 3 مع انفلاميشن 2 او 3 بيسموها 1 بي. فاذا جريد 1 مرتبطه بالتيبلو انترستيشيال بارت، ولازم تبقى المعلومه الواضحه عندك ان التيبولايتس هي الاساس، لازم تيبولايتس، لازم تيبولايتس ومعاها جزء صغير للانترستيشيال، فده سموه جريد 1. جريد 2 اللي هو خرج بره بقى التيبيولز والانترستيشيوم وراح رايح للبلاد فيزلز، حتى لو هو البلاد فيزلز لوحده. انهي بلاد فيزلز؟ الماكرو بلاد فيزلز اللي هم الارتريولز الكبير. فقسموها في واحد لو العيان فيه مؤثر اكتر من اقل من 25% من الانتما فسموه 2A، ولو اكتر من 25% من الانتما سموه 2B. يبقى اذا فجريد 2 مرتبطه بالماكرو فاسكولار، وعلى حسب البرسنتج بتاع الانتما المتاثره قسموهم لواحد واثنين. رقم ثلاثه اللي هو ترانس ميورال ارترايتس، ده اللي هو جريد ثلاثه اللي سموها في ثلاثه. فاذا الاكيوت اكتف انتي بودي تي سيل ميديتد ريجكشن مرتبط بتو كومبارتمنت التيبلو انترستيشيال او الارتريولز. ولو الارتريولز في واحد هتبقى 2A، لو الارتريولز في اثنين هتبقى 2B، لو ثلاثه هتبقى جريد ثلاثه. الفايبرونويد تشينجز الفايبرويد نيكروزس مش موجود في الجريدنج سيستم، لان احنا قلنا الجريدنج سيستم مرتبط باناتا. دي صور الحاجات اللي عندنا. التيبيولايتس هتلاقي فيه سيلز موجوده كتير جوه التيبيولز مع سيلز موجوده كتير في الانترستيشن، مش اي نوع خلايا لما هنيجي نعرف قدام. الفينز الفيزلز الكبيره اللي في عندنا هنا هو ترانسميورال ارترايتس، مش ترانسميورال قصدي، في واحد لفي 2 تقريبا حوالي 25% من الانتما. هنا هتلاقي الاي سكور انفلاميشن موجود جوه الانترستيشن، هنا مالناش دعوه بيها، دي ريليتد للجلوميرولايتس، ده شيء ملوش علاقه بالتي سيل ميديت ريجكشن. هنا لو انت بصيت قوي هتلاقي في ترانسميورال انفلاميشن، لو خدت بالك على طور الانتما هتلاقي في انفيجنز لمونو نيوكلير سيلز، فده اللي بيسميه ال V 3. نتكلم بقى على ايه البوردر لاين ريجكشن. البوردر لاين ريجكشن زي ما احنا عرفنا قدام ورا ان لازم تيبولايتس تي 2. طب نفترض ان انت لو عندك تي 1 هتعمل فيها ايه؟ دي بقى اللي هنسميها البوردر لاين. يبقى احنا عشان نقول ان في عندي اكتف تي سيل ميديتد ريجكشن يبقى لازم عندي تيبولايتس تي 2 او تي 3 مع ايس مع انفلاميشن في الانترستيشن 2 او 3. لكن لو عندك تي 1 مع اي انفلاميشن مع اي ده بيسموه بوردر لاين، ولازم مانداتري ما يبقاش في، لان يعني لو في عندك في اي في سكور خالص اي واحد من الفي خلاص انت دخلت كده في الايه؟ في الاكتف انتي بودي ميديتد تي سيل ميديتد ريجكشن. طب ايه اللي يخلي عندك حاجات تظهر بوردر لاين تي سيل ميديتد ريجكشن؟ اول حاجه زي ما احنا اتفقنا ان الريجكشن بيبقى باتشي،
فممكن تبقى خدت من حته ما بقاش فيها انفلاميشن، فتلاقي عندك تيبولايتس واحد وانفلاميشن واحد، وانت في الحقيقه انت الباثولوجي مولع، مش بالمنظر ده. يبقى عندك ريجكشن از باتش، وانت خدت ان اديكويت بايوبسي، والسبب الاشهر ان العيان خد انتي ريجكشن ميجرز، العيان انت خد بلصات سيلوميدرول وخد اي تي جي، فالقصه اتغيرت. كان هو في الاول اكيوت تي سيل ميديت ريجكشن، وبعد كده هو في حالا في الريزولفنج ستيت. طب انت لو جالك عيان باثولوجي بيقول لك ان العيان ده عنده بوردر لاين ريجكشن، هاو تو مانج؟ ولا حاجه خالص، هتعالجه زي ما بتعالج الريجكشن العادي، لان هو في الاستاديز كتير قوي، حتى الموليكولر ستاديز لقيت ان العيانين البوردر لاين ريجكشن في الاخر هم عندهم تي سيل اكيوت تي سيل ميديت ريجكشن، فانت بتعامله عادي خالص، خصوصا لو الكلينيكال داتا مشجعاك ان العيان ده عنده ريجكشن. في تفاصيل بقى هنبدا نخش في التفاصيل، الاهم حاجه تبقى الدنيا واضحه قدامكم، ان انا عندي تي سيل ميديت ريجكشن بيأفكت تو كومبارتمنت الاي والتي، وبعد كده في الاخر الفي، اي وتي وفي. طب هو الاي اي خلايا ولا خلايا معينه؟ لا، هو في الحقيقه خلايا معينه. ايه هي الخلايا؟ المونونيوكلير سيلز او الايزينوفيلز. ولما بيجي لك كلمه ايزينوفيلز كده يقوم قايل تسال نفسك سؤال، هو لو انترستيشيال انفلتريشن بايزينوفيل مش هتفكر في دراج انديوزد؟ طبعا هتفكر في دراج انديوزد، لكن لما تيجي لما تشك اكتر واكتر وعايز تتاكد، الايمينوفينوتايبنج سي دي 3 زي ما احنا اتفقنا هيحسم لك الامور. وزي ما احنا قلنا لازم تيبولايتس مع اي سكور عشان تتاكد ان اللي قدامك ده تي سيل ميديت ريجكشن. ولازم لما هتيجي تقرا الكلمه ديت ما تستغربش ان الانترستيشال انفلتريشن والتيبولايتس دي حاجه نوت سبيسيفيك. ليه نوت سبيسيفيك؟ لان هي ممكن يحصل انفكشن او انفلاميشن بفيرال او بكتيريا، يقوم يدوا لك المنظر بتاع التيبولايتس او الانترستيشال انفلاميشن. ممكن تبقى دراجز انديوزد او هايبر سنسيتيفيتي، لكن الحاجات دي الانترستيشال او دراج انديوزد الانفكشن قصدي او دراج انديوزد مش هتبقى اسوشيتد بانتيمال ارترايتس، فالارتري بالنسبه لك مهم. وبعد كده في معلومه غريبه شويه، هم قايل لك ان لو الارتريز افكتد قوي ممكن يافكت المايكروفاسكولار كومبارتمنت، برضو ما تستغربش. يعني ايه دلوقتي؟ يعني دلوقتي ببساطه التي سيل بتافكت الانترستيشن والتيبيولز، الانترستيشن والتيبيولز دي مش حاجه سبيسيفيك للتي سيل لوحدها. طب انا كده هعرف ازاي؟ هتعرف بطريقه تانية. اولا نوع الخلايا، لو نوع الخلايا مونونيوكلير يبقى انت قدام تي سيل ميديت ريجكشن. طب بقت نيتروفيلز؟ لا، قصه اختلفت. نيتروفيلز دي ريليتد للانفكشن او الانتي بودي ميديت ريجكشن. الخلاصه عشان ما تلخبطش، عشان تحلف ان الانترستيشيال والتيبولايتس دي ريليتد للتي سيل ميديت ريجكشن، لازم يكون عندك الحاجات دي كلها، الصفات دي كلها. اول حاجه لازم تكون السايت لازم يكون عندك تيبولايتس على الاقل تي 2 ومعاها انفلاميشن على الاقل تي اي 1 اي 2 او اي 3، فده رقم واحد السايت. التايب، تايبز اوف ذا سيلز، لو عندك مونونيوكلير سيلز وايزينوفيلز تحلف اكتر ان العيان ده عنده تي سيل ميديت ريجكشن. سيفيريتي، طبعا لما تلاقي تي 2 وتي 3 غير مش هتبقى تشك في الاكيوت انترستيشن. ده غير كمان ان الخلايا بتاعتها تلاقي فيها اجريسيف اتيتيود، يعني ايه؟ عملت ديستراكشنز للبيزمنت ممبرين، يبقى الخلايا دي اجريسيف. فما تتلخبطش لما تيجي تسمع كلمة إن الانترستيشيال انفلتريشن أو التيبولايتس دي حاجة نون سبيسيفيك، طبعا نون سبيسيفيك، لكن لو بقوا تي 2 وآي 2 والخلايا دي أجريسيف وبقت مونونيكولر وبقت فيري سيفير وبقت معاها أرترايتس، لا دي بقت كده سبيسيفيك. فهي زي تاني ما بنيجي نشرح ونتكلم في الكوفيد. الكوفيد انت لما تلاقي فيه كرات في السي تي وتلاقي ليمفوبينيا وتلاقي حتى لو البي سي ار طلع سلبي ولا حاجه خالص، العيان ده كوفيد. فالفكره ما فيها لما تلاقي السايت بتاع الخلايا واخد الاي والتي بيورز ونوعها مونونيوكلير وفيري سيفير وفيري اجريسيف، فلا فده تي سي ميديت ريجكشن. لكن لو لقيتها خلايا اخرى زي النيتروفيلز، النيتروفيلز دي ممكن تبقى ريت للانفكشن، فمش هتقدر تقول ومش هتلاقيها اجريسيف اتيتيود عماله تعمل ديستراكشنز في التيبيولز وفي الانترستيشن، فالقصه هنا هتختلف. دي بعض الصور عشان برضو تبقى الامور واضحه. السهم ده مشاور على ايه؟ مشاور على انترستيشيوم والعيان عنده تيبيولز برضو فيها تيبيولايتس ومليانه سيلز، وزي ما احنا برضو اتفقنا ان هي مونونيوكلير سيلز ولازم تبقى اجريسيف وعماله تعمل ديستراكشن في الاندوثيليوم.
وديت الايزونوفيل ريتش تي سي ميديت ريجكشن بيبقى بور بروجنوزس، وبلازما سيل برضو بيبقى بير بور بروجنوزس. ايه الديفرنشال دياجنوزس؟ زي ما احنا اتفقنا الانترستيشيال انفلتريشن والتيبولايتس دي حاجه نون سبيسيفيك، لان يعني ديت ممكن تبقى ريليتد للانفكشن، وقلنا هنفرق بينهم ان الانفكشن بيبقى غالبا نيتروفيلز دراج انديوزد، مش هيبقى الحاجات اجريسيف ولا هتبقى واخده الافكشن للتيبولايتس والانترستيشيال، ومش هيبقى معاها انتمال، ومش هيبقى ده غير انك لو ممكن تحتاج تعمل اس في 40 عشان تاكسكلود الفايرال، ده غير انك انت ممكن تحتاج تعمل اميونوفينوتايبنج عشان تتاكد ان الخلايا دي تي سيل. بالنسبه للديفرنشال دياجنوزس للمايكرو فاسكولار انفلاميشن، المايكرو فاسكولار انفلاميشن ممكن برضه يبقى ريليتد للانتي بودي ميديت ريجكشن. يعني الانتي بودي ميديت ريجكشن ممكن يافكت الارتريز والارتريولز، طبعا في الاخر خالص، يعني لما يبقى سيفير يقوم راخد الكبار. ده طب انت هتفرق بينهم ازاي؟ الانتي بودي ميديت ريجكشن بيبقى معاه حاجه اسمها سي 4 دي بوزيتيف، وبيبقى معاه حاجه اسمها دي اس اس. فالخلاصه ان الباثولوجي مش لوحده كفايه، الباثولوجي لازم تبقى مسيستم دماغك وعارف انت هتمشي فيه ازاي. انت هاو تو تريت التي سيل ميديت ريجكشن، خلاصه الموضوع ان التي سيل ميديت ريجكشن بيبقى غالبا استرويد ريسبونسر، فموست للعيانين لما بياخدوا بلصات استرويد بيخفوا. طب احنا هندي بلصات استرويد ازاي؟ هندي الافات؟ هندي 500؟ هنديها ازاي في رايكم؟ ايه بقى بتعالجوا التي سيل ميديت ريجكشن عندكم ازاي؟ مين عنده اكسبيرينس في العلاج بتاع التي سيل ميديت ريجكشن ويقول لنا ايه الريجيم اللي بيستخدمه؟ اوكي بص، هو مبدئيا بلصات الاسترويدز بنديها ازاي؟ عاده في ناس بتلجأ لها ان هي تديها 500 او جرامات، وده مش صح قوي. اللي مكتوب في الكتب انك تدي من 3 ل 5 ملي جرام بير كيج لمده 5 ايام، ساعتها يقرر بقى العيان ده هياخد هيحتاج انذر اليمنت غير الاسترويدز ولا لا. يعني مثلا لو العيان افترضنا مجازا ان هو العيان وزنه 100 كيلو، فانت هتحتاج يا اما تخليك على الواطي، يبقى هياخد من 300 ل 500 100 ملي جرام لمده 5 ايام. يعني العيان ده هياخد توتالي قد ايه؟ 5 ايام في 500 يعني هياخد 2 جرام ونص لو هياخد على الابر، او هياخد من 300 في 5 ايام 1000 ونص، يبقى من 1000 ونص ل 2000 ونص توتالي في الخمس ايام. انت ممكن تجمب على طول من الاسترويدز للاي تي جي، طبعا ممكن تجنب من الاسترويدز للاي تي جي، خصوصا لو عندك فاسكولار اليمنت. يعني لو قال لك من الاول العيان ده جريد 2 اي او 2 بي، طالما دخلنا في ال2 اللي فيها الفيزلز انت ممكن تبدا اي تي جي مباشره. الاي تي جي عاده بجرعته من 3 ل 5 ملي جرام بير كيج. فاذا انا لو عندي في الباثولوجي مطلع لي ان العيان ده عنده تي سي ميديت ريجكشن 1 اي، 1 اي ده يعني تيوبلو انترستيشن، يعني ممكن ادي بلصات وخلاص. لو قال لي 2 بي او 2 اي، انا ممكن ابدا بالاي تي جي والاسترويدز مع بعض. فده ببساطه التريتمنت بتاع الانتي بودي تي سي ميديت ريجكشن. تو سامرايز، عايزين بقى ايه نسامرايز بسرعه، ان الاديكويت بايوبسي لازم يكون فيها ارتري. الارتري از ا ماست، لان احنا الفي كومبارتمنت في التريت في الدياجنوستس بتاع سي ميديت ريجكشن لازم يبقى موجود، ولازم تعمل اديكويت ستيننج، ولازم تسيرش فور سكيلد باثولوجيست. ولما العيان يبقى عنده سيفير تي سيل ميديت ريجكشن، افتكر ان السيفير تي سيل ميديت ريجكشن ممكن يافكت المايكرو فاسكولار كومبارتمنت. المايكرو فاسكولار كومبارتمنت لما يبقى افكتد مش هتقدر تحسم قوي. هل يا ترى يعني مثلا هتلاقي العيان ايه عنده في 3، وهتلاقي عنده جلوميرولايتس وبريتيوبولار كابيلاريتس اللي انت كنا بنتكلم عليها ان هي ريليتد للانتي بودي ميديت ريجكشن. فتقدرش تحلف ان العيان ده المايكروفاسكولار كومبارتمنت دي افكتد عشان عنده سيفير تي سيل ميديت ريجكشن، ولا ده عنده ميكسد تي سيل وانتي بودي. ساعتها مفيش قدامك حل غير انك تعمل السي 4 دي والدي اس اس، لازم تاكسكلود الانتي بودي ميديت ريجكشن في السيفير تي سيل ميديت ريجكشن. طب انت دلوقتي الفيت بتاع التي سيل ميديت ريجكشن، انت لو عالجته صح غالبا العيان هيريزولف، او العيان يحصل فيه سام اليمنت اوف كرونستي، جزء منه يبوظ ويقلب كرونيك، او يبقى التريتمنت بتاعك انسفيشنت
ويبقى العيان يبقى عنده حاجه اسمها كرونيك اكتيف، يبقى في عنده سام سورت لسه انفلاميشن شغال، او العيان انت لعبت في الايمينو سبريشن بتاعته او قللت الايمينو سبريشن فراح داخل في انتي بودي ميديت ريجكشن، او اديت هيفي ايمينو سبريشن فدخل في فايرال انفكشن، او الدراجز بتاعتك عملت كومبليكيشن. فافتكر قوي قوي مبدا ان احنا كنا بنتكلم عليه، ما تقعدش تعمل ميجور ديسيجنز في العيان، خليك على الفيري لو فيري لو decisions as long as ان العيان هو الباثولوجي بتاعك مطلع كذا وانت ميال ان العيان هيبقى فيه كذا. الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها الكرونيك اكتيف تي سيل ميديت ريجكشن اللي هو التي سيل الاي اف، زي ما احنا اتفقنا ان في عندنا واحد اسمه مايكل مينجل. مايكل مينجل ده في 2009 قال لهم ازاي يبقى عندي انفلاميشن في الجزء السكارد واعمل له نيجليكشن، ده مهم. فانا هعمل حاجه اسمها الاي افتا. يعني ايه اي افتا؟ يعني الانفلاميشن سيلز اللي موجود جوه الحاجات البايظه جوه السكارد اريا، وهديها سكورنج ريليتد للكور كله. ليه؟ تحت بند ان اي انفلاميشن في الكور ده معناه ان في اندرلاينج بروسيس ماشي. السيلز ديت هسميها هطلق عليها ان ديت كرونيك اكتيف تي سيل ميديت ريجكشن. لما تسمع كرونيك اكتيف تي سيل ميديت ريجكشن عينك على طول تضرب في المربع بتاع السكورنج، هتلاقي الاي افتا بتاعه عالي، الاي اف بتاعه عالي. طب هو سين سؤال، ممكن العيان يبقى عنده اكيوت وكرونيك في نفس ذات اللحظه؟ طبعا ممكن يبقى عنده اكيوت وكرونيك اند اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن في نفس ذات اللحظه، وده مش انذر، دي مش ديفرنت دايجنوستس، ده هو نفس الدايجنوستس. ده الاكيوت قلب كرونيك، ده معناها ان العيان متاخر. يعني العيان لما يبقى عنده انفلاميشن زي الكور اللي قدامي ده، الكور ده فيه عنده انفلاميشن في الحته نون سكارد وعنده انفلاميشن في جزء سكارد، انت لو سحبت البايوبسي بعد اسبوعين ثلاثه هتلاقي الجزء اللي فيه انفلاميشن في النون سكارد ده هتلاقيه بقى سكارد زيه زي الثاني. فده سيكوال، مش حاجه متعارضه مع حاجه. لو في حد عايز يسال سؤال في التي سيل ميديت ريجكشن قبل ما نخش في الانتي بودي، احنا خلاص تقريبا اولموست بنفنش. فلكن الانتي بودي ميديت ريجكشن برضو محتاجين ان احنا نكون واعيين فيه وفايقين فيه. في حد عنده اسئله في التي سيل الاول؟ raise the hand. اتفضل يا وائل، عايز اعملك انميوت. وائل اتفضل يا وائل. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. اتفضل يا وائل. اتفضل. اخبار حضرتك ايه؟ قول. الحمد لله. كنت بكلم بس الفكره، يعني لما يحصل ريجكشن بالذات لو كان سيلولار ريجكشن، بناخد الاول بايوبسي وبعد كده بندي يعني بنعمل اي ريجكشن في الاول على انه سيلولار انتل بروف اذروايز ولا ايه؟ دي القصه يعني هنسحب في الاول. دي نفس النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده يا دكتور وائل. دلوقتي انت عندك عيان جاي لك بعد الزرع في الايرلي بيريد بوست ترانسبلانت، ولا ده عيان متاخر؟ ده عيان زارع لسه. لو العيان لسه زارع، لو العيان لسه زارع انت بتعمل حاجاتك كلها، بتقيم العيان كايمونولوجيكال ريسك، تقيم العيان كايمونولوجيكال ريسك، وبتقيم العيان كدوبلر والترا ساوند، وبعد كده بترفع جرعه، ترفع الفلويدز تحت بند ان هو ما يبقاش فيه اي تي ان. لو عايز تثبت جرعه الكورتيكوسترويدز او تدي بلصات، مش ده الريجيمن في معظم المدارس، لكن في ناس بتعمل كده. لو العيان الكيدني فانكشن بدات تلاند، خلاص الموضوع انتهى، هم بيعتبروه على انه ريجكشن نون باثولوجي بروفد تي سيل ميديت ريجكشن. حد من اساتذتنا كان دايما يقول الترم ده نون باثولوجي بروفد تي سيل ميديت ريجكشن. عرفت ازاي؟ لما اديت رفعت جرعه الاسترويدز، العيان الكرياتينين بدا يلاند واموره بدات تستقر. لكن لا، يعني على اساس ان هو ما كانش متغطي كويس بال ما كانش متغطي كويس، او الاميون سيستم عنده فيري فيري سترونج، يعني الاميون سيستم بتاعه او البروجراف بتاعك الليفر بتاعه كان واطي في بدايه الزرع. طب سؤال، يعني انا هسيب الكلام ده كله من غير ما اعمل له بايوبسي؟ طب ما انا ممكن ابقى ماشي في سكه غلط، ممكن يكون في سي 4 دي ويكون انتي بودي. ده حقيقي. في بعض الناس بتعمل في الايرلي بيريود بتعمل بوست ترانسبلانت كروس ماتش، بتعمل كروس ماتش تاني. لا كده، وتعمل الدي اس اي برضه تحت بند ان انا مش عايز اسحب باثولوجي في الاول عشان الريسك بتاع البليدنج، والعيان ممكن يبقى واخد اي تي جي والبليتلس قليله، فبيبقى في حاجات بالنسبه لي مكتفاني. وبرضه ما تبقاش زعلان من نفسك
as long as انك ما تاخرتش قوي. يعني العيان اللو immunological ريسك ممكن تصبر عليه لغايه 10 ايام تقعد تظبط في الحاجات بتاعتك وترفع الجرعه بتاعت البلسات الاسترويدز وتعمل كل اللي انت قلنا عليه ده وما تبقاش اسمك في الطب اتاخرت. يعني لما حضرتك تيجي تشرح الحاله لاكبر اساتذه النفرولوجي وتيجي تقول لهم انا سحبت البيوبسي عند اليوم التاسع لان العيان فيري لو immunological ريسك وانا حاولت وعملت وظبطت والامور برده ما ظبطتش معايا، ده بالنسبه لك ده فيري جود مانجمنت. لكن انت تقول طب يعني احنا كده استنينا لحد ما اليوريا والكريات عليوا، ما ده بيكون اصلا ليت في حد ذاته. لا دلوقتي تاني، دلوقتي انا عندي عيان زرع اهو النهارده، العيان بدا يمشي كويس وبعد كده فجاه بدا يحصل الكرياتين بدا يعلى. اول حاجه هعملها ايه؟ هعمل دوبلر والترا ساوند، اكسكلود اي سيرجيكال اوبستراكشن واتاكد من كل الكلام ده. هسحب الليفلز وممكن اسحب معاهم البوست ترانسبلانت كروس ماتش، كروس ماتش والدونر عندي لسه في المستشفى، يبقى انا عملت اليمنت اكسكلوجن للانتي بودي ميديت ريجكشن مجازي وهسحب دي اس اس وهبدا بقى امانج العيان من غير بايوبسي اللي هو ايه، هرفع جرعات الاسترويدز، ممكن ازود الاي في فلويدز تحت بند لو في اليمنت اي تي ان ولا لا. اصبر على العيان ما تبقاش مستعجل قوي لانك انت الريسكس بتحسبها اجنست البينيفيتس خلاص. ده في الايرلي بيري لقيت العيان بيرسبوند مع البلسات استرويدز، يبقى دي بيسموها نون باثولوجي بروفد تي سيل ميديتد ريجكشن. طب لقيت العيان ريزيستنس، ساعتها يبقى انت هتعمل الباثولوجي وهتقبل بالريسكس بتاعتها لان البايوبسي اتس انفيزيف مانيوفر. هتعمله امتى؟ لو هتصبر في العيان الهاي ريسك ما تصبرش اكتر من اسبوع، يعني حاول تمانج ما تصبرش اكتر من اسبوع يبقى الجرافت ما خدتش من فيري فيري سترونج انسلت. يعني في بعض اساتذتنا بيصبروا 15 يوم و20 يوم كمان على ما يسحبوا الباثولوجي لان هم شافوا قدام عينيهم باثولوجي ناس بتموت في الاول خصوصا في الايرلي بيري بوست ترانسبلانتيشن. لكن لو ليت بص، يعني انا اتعلمت على ايد حد، يعني حتى مش عايز اقول لك ان جرعه الاسترويدز ما بيزودهاش الا لما يسحب باثولوجي. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني العيان دخل في اي كي اي باثولوجي خلاص الموضوع انتهى. انت فاهم بس انت ما تعرفش. انا قصدي لو دخل في اي كي اي وليت نسحب بايوبسي وندي كورتيزون ونستنى. بالظبط كده، لازم تسحب بايوبسي، لازم تسحب بايوبسي، ما تحاولش تعمل انترفينشن قبل ما تسحب البايوبسي عشان ما تبوظش الليجنز. طب ماشي. طب بس نقطه كمان في الفكره بتاعت الكرونيك تي سيل ريجكشن او الكونيك سيلولار ريجكشن، ما بيبقاش فيها ولا دبل كونتور ولا خالص. ولا الانتما بتاعه الارتري ده في الانتي بودي ميديتد. الحاجات دي كلها انتي بودي ميديتد. الكرونيك اكتيف تي سيل ميديتد ريجكشن، الكرونيك اكتيف تي سيل ميديتد ريجكشن ما هو الا ماركر واحد اللي تقدر تستدل بيه، الاي اف تي. الاي اف تي لو لقيت عندك T cell mediated rejection و I افتا، ده معناها ان في عندك rejection بقاله فترة لدرجة ان هو في جزء منه لسه chronic active. acute وجزء يعني chronic. جزء acute وجزء chronic. دي مش two different diseases، ده نفس disease لكن ده السيكولي بتاعه. واصلة؟ شكرا. عفوا دكتور وائل. فلو في حد عنده اسئلة في T cell برضو قبل ما نخش في الانتي بودي. تمام. الانتي بودي ميديت ريجكشن احنا قلنا ان هم اربع ليجنز هم الاساسيين، الاكيوت الاكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن والكرونيك اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن والكرونيك ان اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن والسي 4 دي ستيننج وزاوت ايفيدنس اوف تيشو انجري. ببساطه عشان ما نعقدش الامور، هما اتنين ليجن برضو، اكتيف وكرونيك اكتيف زيه زي التي سيل. طب ايه الاثنين اللي في الاخر دول؟ الكرونيك ان اكتيف ده معناها ان الجرافت دي باظت خلاص الموضوع انتهى. السي فور دي ستيننج وزاوت ايفيدنس اوف تيشو انجري ده السيكتور بتاع الترانسبلانتيشن في البلاد جروبس الانكومباتبل بلاد جروبس، وده مش موجود عندنا في مصر. ان العيان ده لما بيزرع من انكومباتبل بلاد جروب بيبقى عنده سي فور دي ستيننج بوزيتيف والعيان ما عندوش ايفيدنس اوف تيشو انجري، ده مش قصتنا النهارده. الملحوظه اللي احنا عايزين نركز عليها ان دي تايبس مش جريد. احنا عندنا في التي سيل ميديت ريجكشن جريدز، عندنا جريد 1A وجريد 1B، وده قلنا ده ريليتد تيوبلو انترستيشن وده فيري مايلد.
الفاسكولر، وقلنا ده ان هو فيري سيفير اللي هو من اول جريد 2 سواء بي او اي او جريد 3، وده بيحتاج اي تي جي ممكن من البدايه. لكن الانتي بودي ما عندوش الكلام ده. الانتي بودي ميديتد ريجكشن عشان تستوعب الرول بتاعته في سيمبل رول خالص ان احنا اتفقنا عليها، ان انت الانتي بودي مش هتشوفه. فانت دلوقتي عايز تقنعني ان في حاجه اسمها انتي بودي ميديتد ريجكشن وانا اصلا مش هشوف الانتي بودي، فاذا مانداتوري ان انا اجيب الفوت برينت بتاعه. يبقى انا لو عندي تيشي انجري بحلف 100 يمين ان ده ريليتد للانتي بودي، لكن انا ما عنديش ايفيدنس قوي ان ده القطر بتاع الانتي بودي، يبقى انا مش هقدر اقول ان ده انتي بودي ميديت ريجكشن، فلازم تتحقق الشرطين. طب ايه الحاجات اللي بيضربها الانتي بودي؟ الانتي بودي مشهور عنه ان هو بيضرب بيعمل حاجه اسمها تيوبلر انجري، والتيبلر انجري عشان الأمومة ما تتعقدش عندك غير التيبولايتس. تيبلر انجري هجيب صورتها حالا. تيبلر انجري ديت اللي هو الايزومتريك باكيولايزيشن اللي بيحصل في التيبيولز مش سيلز، ده تيبلر انجري مع مينيمال جي 1 وبي تي سي. يعني من الخلاصه كده عشان الامور تبقى سهله، هو الطبيعي ان الانتي بودي ميديت ريجكشن بيضرب المايكرو فاسكولار كومبارتمنت اللي هم ايه الجي والبي تي سي. طب هم بقى قليلين، يعني جي 1 وبي تي سي 1 قليلين مينيمال، مش عارف اخد القناعه قوي ان هو انتي بودي، يبقى لازم يكون معاه حاجه تانية. تيوبلر انجري، تيوبلر انجري مش تيبيولايتس. طب ايه تاني؟ لو عندك بقى المايكرو فاسكولار انفلاميشن هم الجي والبي تي سي رقمهم عالي في عدم وجود نوفو جي ان. في الاخر بقى خلاص زي ما احنا اتفقنا ان الارتريز والارتريولز اللي هم الفي ممكن يبقى مضروبين بالانتي بودي من ريجكشن. عشان كده لما يبقى عندي تي سيل سيفير لازم اكسكلود الانتي بودي بان انا اعمل دي اس ايز واعمل سي 4 دي. في الاخر خالص الاكيوت ثرومبوتيك مايكرو انجيوباسي، وده برضو ما مش موجود في السكور. لما تشوف تي ام اي تبقى عندك بعبع دايما ان ده انتي بودي ميديتد ريجكشن. يبقى انا عندي حاجات ريليتد للتيشو انش. طب احنا لسه زي ما احنا اتفقنا لو عندي خطه لكن ما عنديش الايفيدنس ان هو ده انتي بودي، يبقى لازم اجيب الايفيدنس بتاع الانتي بودي. ايه هم الايفيدنس بتاع الانتي بودي؟ في البايوبسي السي 4 دي، والسي 4 دي عشان تبقى تقوله صح يبقى لازم تقول ان هو لينير ديبوزيشن او لينير سي 4 دي ستيننج موجود في اي حته في البيري تيوبلر كابيتالز، لان هو زي ما احنا قلنا ممكن يبقى موجود في الجونوميريلاي ويبقى ريليتد لامراض ثانيه زي الميمبرنز. اخد برضه الايفيدنس الثاني ايه؟ انك يبقى عندك حاجه اسمها مايكرو فاسكولار انفلاميشن. يعني ايه؟ يعني الجي والبي تي سي اكتر من الاثنين. الحته دي ممكن ما تبقاش واضحه عند كتير قوي من الناس. المايكرو فاسكولار انفلاميشن اللي موجوده في التيشو انجري ممكن استخدمها كتيشو انجري واستخدمها كايفيدنس في انتي بودي؟ الاجابه نعم، بس بشرط واحد، انك ما يبقاش عندك السيفير تي سيل ميديتد ريجكشن. يعني ايه بشرط ان عدم التي سيل؟ احنا قلنا ان التي سيل ميديتد ريجكشن لو سيفير ممكن يأفكت المايكرو فاسكولار كومبارتمنت، صح؟ فانت لو ما عندكش سيفير تي سيل ميديتد ريجكشن، يعني عندك الجرافت التيبيولز طبيعيه خالص والانترستيشن طبيعي خالص، لكن فجأة عندك جلوميرولايتس وبيريتيبولر كابيلاريتس بتصرخ اكتر من اثنين، تقدر تعتبرها ان دي تيشو انجري وتعتبرها ايفيدنس على انتي بودي؟ الاجابه نعم. جبنا الكلام ده منين؟ كان في ستادي اتعملت على كورليشن ما بين المايكرو فاسكولار انفلاميشن والدي اس ايز، لقوا ان الكورليشن ترقى الى انها 100% almost 100%. يعني لما لقوا المايكرو فاسكولار انفلاميشن بتصرخ جه يعملوا دي اس ايز لقوا الدي اس ايز موجوده. فاذا دلوقتي انا لو انا عايز اخد اكشن سريع وعايز اعتبر ان المايكرو فاسكولار انفلاميشن اللي اكتر من اثنين، يعني اجمع الجلوميرولايتس مع البريتيبولار كابيلاريتس لقيتهم اكتر من اثنين، تقدر تعتبرها تيشو انجري وايفيدنس اوف دي اس اي مجازا من الاستاد اللي انا هحكي لكم عليها دي. فاذا تقدر تعتبر ان المايكرو فاسكولار انفلاميشن اكتر من اثنين ده ايفيدنس اوف انتي بودي. الحاجه اللي مش موجوده عندنا انك تعمل حاجه اسمها جين ترانسكريبت وتلاقي الايفيدنس بتاع الانتي بودي ميديت ريجكشن، وده مش موجود. سيرولوجي انك تجيب الدي اس اي، والدي اس اي ديت يا اما حاجه اسمها اتش ال اي وحاجه اسمها نون اتش ال اي. في الاخر الخلاصه سيمبل رول، انت عندك انتي بودي بس انت ما انتش شايفه، عارف ان هو عامل انسلت في الكيدني وما انتش شايفه، فيا اما تدور على قطره في البايوبسي حاجتين، يا اما السي 4 دي يا اما مايكروفاسكولار انفلاميشن بشرط ان ما يبقاش فيه سيفير تي سيل ميديت ريجكشن، والحاجه الثانيه انك تلاقي الدي اس اس. لما تلاقي العينه عنده دي اس اس يعني عنده انتي بودي جوه السيرم، يبقى مجازا يبقى انت عندك مدلوليه ان الرزعه اللي موجوده عندك في الباثولوجي دي ريليتد للانتي بودي. التيشو انجري هم الاربعه دول تحفظهم عن ظهر قلب. التيوبلر انجري مع مينيمال جي 1 وبي تي سي 1،
المايكروفاسكولار انفلاميشن الفي والتي ام اي، والتي ام اي دي ما بتجيبش في السكور. اللي انت شايفه حالا قدامك ده هو تيوبولار انجري، في تحس ان هو في فاكيولايزيشن كده موجوده جوه الاندوسيليا بتاع التيبيولز، دي مش تيبيولايتس، تختلف خالص عن المنظر اللي احنا شفناه في التي سيل ميديت ريجكشن. الجلوميرولايتس انك بتلاقي فيه سيلز موجوده جوه الجلوميرولر، وزي ما احنا اتفقنا قبل كده مش اي سيلز، برضو سيلز اجريسيف عماله تعمل ديستراكشن، وهي برضو سيلز موجوده في البريتيوبولار كابيلارايتس، وده منظر الثرومبوتيك مايكرو انجيوبس. وافتكر كويس قوي ان الحاجات دي ما بتبقاش موجوده في المربع بتاع السكورينج. ده السي 4 دي ستيننج اللي موجود في الجلوميرولاي والبريتيوبولار كابيلس. احنا قلنا ان السي 4 دي عشان تو بي ديتكتد عندك طريقتين، يا اما الاميونو هيستوكيمستري وده السنسيتيفيتي بتاعته قليله، يا اما عندك حاجه تانية اسمها اميونو فلوريسنت، والاميونو فلوريسنت فيري سنسيتيف، لكنه في حاجات تانية وحشه فيه انه لازم فريش فروزن، ولازم يبقى العينه ما تبقاش ستيبل. فاذا دلوقتي انا هدور على قطر الانتي بودي بالسي 4 دي، السي 4 دي عشان يبقى سبيسيفيك لازم يبقى موجود في البريتيوبولار كابيلاريز، لو موجود في الجلوميرولر طبعا له مدلول، لكنه ممكن يبقى له فولس بوزيتيفيتي مع امراض جلوميرولر زي الميمبرنز. وده المنظر بتاع السي 4 دي، السي 4 دي ديبوزيشن. لو انت واخد بالك دي التيبيولز ودي الكابيلاريز اللي جنب التيبيولز، فهو راسم لك البريتيوبولار كابيلاريز، يعني مش موجود في اي حته تانية غير البريتيوبولار كابيلاريز. ده السكورنج سيستم. الفي نفس التكرار بتاع الارت بتاع التي سيل ميديتد ريجكشن، والجلوميرولايتس اتس ا برسنتج 25 واكتر من 25 75 اكتر من 75، الحاجات دي برضو للباثولوجيست مش لينا، بس احنا نبقى عارفين ان الجي موستلي ريليتد للانتي بودي ميديتد ريجكشن، والبي تي سي بقى كاونت، ده البي تي سي كاونت خلايا، لو اقل من 3 خلايا يبقى زيرو، لو اكتر من 3 خلايا لغايه 10 يبقى واحد، يعني اتس ا كاونت. ايه قصه السي 4 دي؟ قصه السي 4 دي ان احنا عندنا حاجه اسمها الكلاسيك باسواي، ان ديت الاتش ال ال مش بتاعنا، دي الجرافت اتعرف عليها الانتي بودي، والانتي بودي راح مثبت فوقه الكومبلمنت سيستم. الكومبلمنت سيستم هتلاقي حصل له اكتيفيشن، اول حاجه بيبداوا حاجه اسمها سي 2 وسي 4. السي عشان ما تقعدش تنسى كل مره بنقعد نحفظهم وبننساهم، كلهم سي بيعملوا بي ما عدا 2 اللي بتعمل ايه. يعني ايه؟ يعني ال 2 بتنقسم لسي 2 اي وسي 2 بي، السي 2 اي هي اللي بتكمل، والسي 2 بي بتقوم رايحه على السيركيوليشن، على عكس السي 4، السي 4 بتتقسم لاي وتتقسم لبي، البي هي اللي بتخش معانا في التكوين، والاي بتروح السيركيوليشن. في عندنا بقى حاجه كده صغننه ما كناش بندرسها زمان في الكلاسيك، في الكلاسيك كومبلمنت باسواي، حاجه اسمها السي 4 دي. السي 4 دي ده ضمن التكسيره اللي بتطلع من السي 4 بي، وده بيعمل كوفالنت بوند مع الاندوسيلي، يعني بيلزق على الباثولوجي، فده اللي بنستغله كاثر الانتي بودي. فاذا الاثر انتي بودي هو السي 4 دي. ايه السي 4 دي؟ ده جاي منين؟ ده جاي من السي 4 بي، وده نتيجة تكوين الكومبلمنت سيستم اللي احنا كنا حافظينه ايام الكلية. كلهم بيعملوا يعني بيتقسموا الـ A و B، الـ A بيروح السيركيوليشن والـ B بيكمل معاك في الاتاكن كومبلكس، ما عدا رقم 2 هو اللي بيبقى الـ A هو اللي داخل معاك في التكوين. طب حلو، يبقى احنا السي 4 دي ده نستخدمه على طول، هيبقى حاجة كويسة وهيبقى ماركر للانتي بودي، لان لو في انتي بودي يبقى في كومبلمنت، يبقى في سي 4 دي وخلاص. ايه الليميتيشن؟ اول حاجه الليميتيشن ان اللي احنا عرفنا ان في تو تكنيكس، الاميونوفلوريسنت والاميونوهيستوكيمستري. الاميونوفلوريسنت احسن كتير وارقى، لكنه محتاج فريش فروزن ونوت ستيبل، وفي فروق في التكنيك، يبقى التكنيك فيه مشكله، الناس اللي بيعملوا كومنت فيهم مشكله، الانتربريتيشن فيها مشكله. ان السي 4 دي عامل زي اي انتي بودي في الوجود، لو انت خدت بالك مثلا حاجه زي اللوبس، اللوبس لما تيجي تفتكر الانتي بودي افتكر اللوبس. اللوبس ممكن تيجي تعمل الانتي دبل ستراند تلاقيه نيجاتيف، وتيجي تعمل انتي دبل ستراند بتلاقيه بوزيتيف، فهو ويكس اند وان. فليه ليه ليه نيجاتيفيتي؟ ونفس الموضوع هو لو باتشي ولو سامبل ايرور، لكنه هذا لا يمنع ان هو فيري سبيسيفيك اكتر من 90%، خصوصا لو لينير وفي بيري تيوبلر كابيلز، يبقى انت تحلف 100 يمين.
لكن السنسيتيفيتي بتاعته ما بتعديش 60%، وفي بعض الكتب ممكن توصل ل 40%. فاذا انا مضطر ان انا اعمل دي اس اس. انا في سلايد هنا، في سلايد ناقصه كده في النص، انا كنت مش عارف ليه بتاع كل شويه عمال ينقل بينهم. ان اللي احنا وصلنا له ان السي 4 دي حلو جدا، تحفه جدا، لكنه لو نيجاتيفيتي، فانا مضطر ان اعمل الدي اس اي. الدي اس اي على حسب نوعهم اتقسم العيانين لتو تايبس. تايب 1 ان عيان اللي عنده، معلش انا ممكن اجيبها بقى بطريقه مش الطف. خرابي، معلش سوري بقى، هنقراها كده معلش. التايب 1 يا اما امسح ده وامسح ده، سوري ثانيه واحده احنا مع بعض. حلو، على حسب ال الدي اس اي اللي موجوده قسموا الانتي بودي لنوعين. لو العيان اصلا كان عنده سنسيتايزد وعنده بريفورمد انتي بوديز، فده غالبا بيخش في حاجه اسمها تايب 1 انتي بودي ميديت ريجكشن. لكن لو العيان ما كانش عنده دونوفو انتي بوديز وده جاله ما كانش عنده بريفورمد انتي بوديز وجاله دونوفو انتي بوديز، فده بيسموه تايب 2 انتي بودي ميديت ريجكشن. ايه الحسوكه اللي انتوا عاملينها دي؟ يعني ليه كده؟ ليه التقسيمه المريعه دي؟ التقسيمه المريعه دي كانت لها مدلولات ولها ثقافات. اول حاجه ان اللي عنده بريفورمد انتي بوديز ده بيجي له ريجكشن تايب 1 which is early، يعني بيجي له في بدايه الزرع غالبا، ممكن يجي متاخر بس غالبا بيجي في بدايه الزرع، لان عنده اصلا بريفورمد انتي بوديز رغم ان انت عملت له ديسنسيتايزيشن. الديسنسيتايزيشن مش نهايه العالم، العيان كده كده بيبقى عنده لسه اميونيتي وعندي ميموري سيلز. فلما هيجي له انتي بودي ميديت ريجكشن هيبقى من التايب 1. لكن التايب 2، التايب 2 لا، التايب 2 ما عندوش انتي بوديز اصلا، فعلى ما بتتكون له انتي بوديز بيبقى ليت. ليت امتى؟ ممكن يبقى بدايته من اول 9 شهور، لكن از لونج از ان احنا بعيد عن اول 3 شهور ممكن يتكون بعد 3 شهور ممكن. طب ايه البريزنتيشن؟ التايب 1 بيبقى فيري اكيوت، يعني سيفير اكيوت انتي بودي ميديت ريجكشن. لكن الثاني بيبقى غالبا جراديوال، وبيبقى ميال اكتر للكرونوست، يعني تلاقي دايما اللي عندهم دونوفو انتي دونوفو دي اس ايز بيعملوا تي جي مش بيعملوا اكيوت اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن. لما بتيجي تعمل سكريننج عندهم في الدي اس ايز هتلاقيها كلاس 1 في التايب 1، كلاس 1 او كلاس 2، لكن مينلي كلاس 1 في التايب 1. والتايب 2 هتلاقيها مينلي كلاس 2. طب دي لها مدلول؟ طبعا لها مدلول. لما تيجي تزرع العيان دايما بتبقى ميال انك تزرعه الكلاس 2 دي ار ماتشنج. انت الاحسن زرع انك تعمل كلاس 2 دي ار ماتشنج. دي عرفتها منين؟ عرفتها من الاستاد اللي قدامك دي، ان لما العيان بيتزرع بكلاس 2 ميس ماتش بيكون دونوفو دي اس ايز وبيحصل له نوع تايب 2 انتي بودي ميديت ريجكشن، وده نوع وحش والجرافت سيرفايفل بتاعه وحش والسي 4 دي بتاعه بيبقى نيجاتيف، فبيبقى حاجه رخمه. فالاحسن لما تيجي تزرع على عيان ماتشنج ازرعه ماتشنج على الاقل كلاس 2، عشان ما تعملش تايب 2 انتي بودي ميديت ريجكشن اللي هو اسوء واللي هو بيبقى دونوفو وبيبقى جرادولي ديكلاين وبيبقى معاه سي 4 دي موستلي نيجاتيف، على العكس خالص من التايب 1. يعني التايب 1 اللي هو اصلا دي العيان سنسيتايزد، يعني العيان ده المفروض ان هو يعني تبقى اموره وحش، بالعكس التريتمنت بتاعه احسن والسي 4 دي بيبقى غالبا بوزيتيف والجرافت سيرفايفر بيبقى بيتر، حاجه نقيضيه قوي. بما ان احنا فتحنا صفحه الدي اس اي فاحنا لازم نفتكر ان الدي اس اي مش اتش ال اي فقط، ده هي في حاجه اسمها نون اتش ال اي. احنا بنعملها يعني احنا عندنا بنعملها امتى؟ امتى تفكر انك تعمل نون اتش ال اي دي اس اي؟ لما يبقى عندك تيشو انجري يحلف ان ده انتي بودي ويطلع ان عندك العيان سي 4 دي نيجاتيف، وانت عمال تقول يا العيان ده انتي بودي ميديت ريجكشن، بس انت ما انتش عارف تكمل الكرايتيريا غير لما يبقى عندك ايفيدنس اوف انتي بودي. فتيجي تعمل الدي اس اي اللي هم الاتش ال اي تلاقيهم نيجاتيف، تيجي تقوم عامل النون اتش ال اي دي اس ايز تلاقيهم بوزيتيف. فتقوم مدي للعيان الهيفي اميونو سبريشن، تدي بقى بلازما اكستشينج واي في اي جي و و و و و. فاذا مش يعني النون اتش ال انتي بودي دي مرحله اخيره، امتى اعملها؟ تيشو انجري يصرخ بان العيان ده عنده انتي بودي ميديت ريجكشن، زي الثرومبوتيك مايكرو انجيوبس. انا عندي ثرومبوتيك مايكرو انجيوبس، انت مش عارف تحسب الامور، هل يا ترى هو سي ان اي ولا انتي بودي ميديت ريجكشن؟ فرحت عامل بصيت على الجلوميرولايتس والبيريتيوبولا كابيلاريتس لقيتها مش رقم، مش سكور عالي قوي.
2 مثلا بوردر لاين، فعملت سي 4 دي لقيته نيجاتيف، دي اس اس نيجاتيف، نون اتش ال اي بقى لازم تعمل، مضطر ملهاش مخرج، لازم تعملها عشان يبقى حتى لو انت شاكك ان الثرومبوتيك مايكرو انجيو بس دي دراج انديوز تبقى مبرره لما تقلب، لكن ما تقلبش الا ما تعدي على كل المراحل دي، اكسكلود الثرومبوتيك مايكرو انجيو بس يبقى انت شاكك ان ده عيان اكيوت اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن. تيشو انجري اتحقق الشرط الاولاني فيه ان عنده ثرومبوتيك مايكرو انجيو بس، مضطر ادور على ايفيدنس اوف انتي بودي، مضطر ادور على ايفيدنس اوف انتي بودي ازاي، ان انا اعمل دي اعمل الدي اس ايز واعمل السي 4 دي، سي 4 دي نيجاتيف من نحسك هتضطر تعمل الدي اس اي، دي اس اي نيجاتيف لازم تعمل نون اتش ال اي، لان بعدها هيبقى القرار بتاعك ايه، انك هتشيل البروجراف او هتشيل النيورال او هتقلب من دواء لدواء، فده قرار هيبقى قرار صعب مش قرار سهل. اتفضل يا وائل، ممكن تعمل ان ميوت يا وائل عادي. بقول حضرتك هو دلوقتي لو هو نون اتش ال اي دوت حاجه شبه البي ار اي يعني؟ لا ده له بانل خاص بيه، انت بتبعت للبصول للمعمل، يعني الدكتوره ميرفت الانصاري عندها البانل بتاع نون اتش ال اي انتي بوديز، بتقوم قايل لها العيان كذا 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 وانا عايز النون اتش ال اي انتي بودي سكرين، فهي تقوم بعت لك بعتك ممكن ابقى اصوره لك وابعته لك على البرايفت لو انت عايزه. البانل ده بيقوم مطلع لك مثلا الميك نيجاتيف، الانتي بريليكان نيجاتيف، المعرفش بالذات اللي هو الانجيوتنسين 2 ريسبتور وتايب 1 ريسبتور انتي بوديز، ده القشر لقيته بوزيتيف، يبقى العيان ده عنده انتي بوديز اجينست نون اتش ال اي كومبارتمنت جوه الكيدني، يبقى انت عندك انتي بودي خلاص، يعني عرفت منين عنده انتي بوديز، لكنها مش ضد الاتش ال اي، ده ضد الريسبتورز اللي موجوده على الكيدني، يبقى انت اللي عندك ده اللي عندك ده مش دراج انديوست، اللي عندك ده انتي بودي ميديتد ريجكشن لكنها نوع معين اسمه نون اتش ال اي انتي بودي. احنا كان عندنا حاله قدمناها في اخر مؤتمر الجمعيه اللي فات، كان عيان عنده سيفير انتي بودي ميديتد ريجكشن على مستوى تيشو انجري، لكنه السيكونس زي ما حكيت لك كده بالظبط، سي 4 دي والدي اس اي نيجاتيف، الاتش ال اي دي اس اي نيجاتيف، ما طلعتش غير النون اتش ال اي، طلع عنده 4 تايبس من الانتي بوديز، 4 تايبس، فالعيان خد الريجيم بتاع الانتي بودي ميديت ريجكشن، انت متخيل هيبقى القرار الثاني عامل ازاي؟ القرار الثاني انك انت هتشيل البروجراف ده، انت هتاخد قرار نقيض، يعني انت يا اما هتعمل هيفي اميونو سبريشن بانك العيان عنده تي ام اي، والتي ام اي ديت نتيجه انتي بودي ميديت ريجكشن، ولا العيان ده دراج انديوس وهرفع السي ان اي، فما تقدرش تكمل غير لما تكمل الفورم كامله، ما تنساش. طب برضه بيفرق معايا السي 4 دي ستيننج انه يبقى جريد 1 2 3 4 يعني لو اني بوزيتيفيتي، اني بوزيتيفيتي انا ما اقدرش اجيبها لان هو خلاص بقى روتين ان الناس كلها بتعمل بالامينو هيست امينو هيست كيمستري، اني بوزيتيفيتي في الامينو هيست كيمستري ده بوزيتيف، كان زمان من 50% ولا الكلام ده ولا حاجه من دي خلاص الموضوع انتهى. الكلام ده انت بتعمل في تيست فيري لو سنسيتيفيتي، الامينو هيستوكيمستري السنسيتيفيتي بتاعته فيري لو، فلو ديتكت 1 بس 1% 1% بقى دياجنوز هعتبره بوزيتيف، هعتبر ده بوزيتيف، ده خلاص كده بوزيتيف. لكن كان زمان اللخبطه في الامينو فلوريسنت، الامينو فلوريسنت لازم يكون اكتر من 10%، اكتر في 10% تعتبره بوزيتيف، اقل من 1 ل 10 كانت دي لغايه دلوقتي دي لسه جري زون ما حدش عاملها. طب ايه قيمتها دلوقتي؟ ما انا ما عدتش بستخدم انفلوريسنت اصلا، فوانس ان هو طلع امينو هيستوكيمستري بوزيتيف هو بوزيتيف، خلصت خلاص. اوكي فاذا دلوقتي النون اتش ال اي ما تنساهاش، لانك انت قبل ما تشخص ان العيان ده خلاص ما عندوش ايفيدنس اوف انتي بودي ما تنساش تعمل النون اتش ال اي انتي بودي. اخيرا بقى خالص في النهايه، ايه الفيت بتاع الانتي بودي ميديت ريجكشن؟ الانتي بودي ميديت ريجكشن افتكر كويس قوي ان هو عباره عن اكسسربيشن وريميشن، فانت العيان لو عالجته مش معناه ان هو خف، ده العيان ده انت عملت يعني انهبيشن فقط، زي ما كنا بنعمل في اللوبس، اللوبس يجي لك باكتيفيتي تدي له الاندوكسان يخف، يجي لك بريلابس يخف، يجي لك بريلابس، يا اما يخش في سستيند ريلابس، يا اما يفضل كده لغايه ما العيان يجي له انديستيشنال ديزيز، ملهاش حل تاني. فعشان كده ما تنساش ان العيان اللي يجي له انتي بودي ميديت ريجكشن عينك بقى على الدي اس ايز وافضل تابعها اتليست من 3 ل 6 شهور، لان العيان ده هيجي له غالبا هيجيله، فانت ما تسيبوش وهو عنده سب كلينيكال ريجكشن
تابع بقى بالدي اس اس ان هيبقى بالنسبه لك اليمنت قوي. لو حصل ريلابس بعدها يا اما يجي له اكيوت انتي بودي ميديت ريجكشن، يا اما يجي له كرونيك اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن، يا اما يجي له حاجه اوحش اوحش الكومبليكيشن بتاع الميديكيشن ما تنساهاش. ايه هو الكرونيك اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن؟ يعني ايه كرونيك اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن؟ زي ما احنا قلنا في الاكيوت، في الاكتيف قصدي انتي بودي، هنقوله برضو هنا عندك ايفيدنس اوف تيشو انجري مع ايفيدنس اوف انتي بودي. كان زمان مجازا بيقولوا عليه ترانسبلانت جرانيولوميرولايتس اللي هو زي ما احنا شايفين، كان عندك جرانيولوميرولايتس ولما الجرانيولوميرولايتس بدات تهيل قلب بحاجه اسمها دبل كونتور. الدبل كونتور ده بنشوفه في اللايت مايكروسكوبي، وكان الباثولوجي هم قايل لك ترانسبلانت جرانيولوميرولايتس. هل يا ترى تقدر تحلف ان العيان ده الترانسبلانت جرانيولوميرولايتس ده انتي بودي ميديت ريجكشن؟ طب ما ممكن الدبل كونتور ده يكون ام بي جي ان، يكون مرض تاني، ما هوش ترانسبلانت جرانيولوميرولايتس. عشان تحلف نفس القاعده، انت طالما بتقول ان ده شيء ريليتد للانتي بودي ميديت ريجكشن يبقى لازم تسكرين الايفيدنس اوف انتي بودي. فده الديفرنشال دياجنوزس. الديفرنشال دياجنوزس ان هو ممكن يبقى ريليتد لريكيرنس او ممكن ريليتد لحاجات اخرى مش انتي بودي. تحسم الامور ازاي؟ هعمل دي اس ايز واعمل سي 4 دي. طب احنا فهمنا ليه هو كده كرونيك. ايه الاليمنت الاكتيف؟ الاليمنت الاكتيف في منتهى الصعوبه. الاليمنت الاكتيف ده في منتهى الصعوبه. ايه هو صعوبته؟ انك انت لو عندك في الباثولوجي سي 4 دي، سي 4 دي ده معناه ان في عندك بروسيسنج، في اليمنت بروسيسنج عمال يكسر في في الجرانيولاي وعمال يعمل فيها دبل كونتور. دي اس ايز، دي اس ايز موجوده، يبقى عندك انتي بوديز جوه السيركيليشن عماله تعمل لك تي جي. يعني مجازا العيان ده كان عنده جلوميرولاي نورمال، والجلوميرولاي نورمال دي عماله تتحول للتي جي نتيجه اندرلاينج بروسيس. عرفت ازاي ان في اندرلاينج بروسيس؟ ان السي 4 دي عنده بوزيتيف لانه عنده دي اس ايز موجوده في السيركيليشن، او عنده العيان بدا يخش في رايزنج كيدني فانكشن، او بيجي له انكريزنج في البروتونوري. فاذا لو ما عنديش دول مش هقدر اعتبرها كرونيك اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن، هعتبرها تي جي فقط، ترانسبلانت جرانيولوميرولايتسي. فاذا الترانسبلانت جرانيولوميرولايتسي يقبل ان هو يكون شيء مش ريليتد للانتي بودي، ويقبل ان هو يكون ان اكتيف. عشان تقدر تقول اكتيفيتي لازم يكون عندك دي اس ايز وسي 4 دي وانكريس في السيرم كرياتين وانكريس في البروتونوري. الحته دي بقى انك تكاد تكون اصعب حاجه في الـ في الـ في الباثولوجي. صعوبتها في ايه؟ لانك اولا لما بيجي لك عيان ترانسبلانت جرانيولوميرولايتسي بتلاقي حد من الناس الكبار اللي قدام يقول لك خلاص العيان ما تعالجوش ده اند ستيج. حرام عليك، ترانسبلانت جرانيولوميرولايتسي ايه اللي اند ستيج؟ انت عندك سي 4 دي بوزيتيف وعندك دي اس اي بوزيتيف، العيان بيجي له رايزنج كيدني فانكشن، مش معنى ان هو العيان جاله ترانسبلانت جرانيولوميرولايتسي ده معناه ان ده اند ستيج. ده بالعكس، ده في عنده اندرلاينج بروسيس ماشي، فانت محتاج تعالجه. في على الصعيد الاخر عيان تسحب له باثولوجي تلاقي ترانسبلانت جرانيولوميرولايتسي وما عندوش سي 4 دي ولا عنده دي اس ايز، او انت حتى ما طلبتهمش، والكرياتينين نورمال وما عندوش بروتونوريا ولا عنده حاجه خالص، او عنده فيري مينيمال بروتونوريا، وانت مصر انك تعالجه تحت بند ان المربع اللي تحت مكتب لك كرونيك اكتيف انتي مودي ميديت ريجكشن. مين قال كده؟ الاكتيفيتي ريليتد لحاجات مش موجوده غير لما تدور عليها. الدي اس اس الترانسبلانت جرانيولوميرولايتسي لا يرقى ان هو ايكوال كرونيك اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن من غير باقي الحاجات. الانتي بودي ميديت ريجكشن لازم تمشي سيستماتيك، تيشو انجري مع ايفيدنس اوف انتي بودي ما تنساهاش. طالما طلعت من بقك انتي بودي ميديت ريجكشن يبقى لازم تدور على ايفيدنس اوف انتي بودي. ده معناها يا اما هتدور على سي 4 دي يا اما هتدور على دي اس اس. لو العيان كلينيكال ماشي ان هو في عنده رايزنج في الكيدني فانكشن وعنده في اليمنت اكيوت شغاله يبقى لازم تعالجه. لو العيان ما عندوش حاجه خالص وما عندوش اي حاجه خالص ولا اي برزنتيشن وما تقدرش، مش معنى ان البوكس اللي تحت قال لك كرونيك اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن تقوم تمشي وراه، لان هو اتس ا تيرم في الاخر. ايه الديفينيشن بالنسبه لها كرونيك اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن؟ كي جي. التفصيصه ما تقدرش تكتبها في المربع، انت تكتشفها من القرايه اللي فوق، انك لما بتلاقي السي 4 دي نيجاتيف، ولما تبقى عامل الدي اس اس تلاقيه نيجاتيف، ولما تيجي تلاقي الكرياتين النورمال فكلام من ده، فهتقدر تقول لها ده تي جي بس مش كرونيك اكتيف انتي بودي ريجكشن. لان زي ما احنا قلنا اي هيلينج، اي انسلت حصلت في الجرانيولاي نتيجه تي سيل ميديتد او انتي بودي ميديتد او اي حاجه خالص هتنتهي في الاخر بدبل كونتور. او لو عنده جي ان جوه الجرانيولاي وتعالج هينتهي في الاخر بتي جي. فالتي جي ده ترم مايع.
وزي ما احنا اتفقنا في الاول ان التي سيل ميديتد ريجكشن تختلف خالص عن انتي بودي ريجكشن في الجريدنج. الجريدنج وحتى الكرونوسيتي والاكتيفيتي واضحه، لكن الكرونوسيتي والاكتيفيتي في الانتي بودي ميديتد ريجكشن لازم تدور على انتي بودي، ولو انت تدور على الدي اس ايز لازم تدور على الكلينيكال سيناريو. فالانتي بودي صعوبته في كده. حتى لما تيجي تقيم الاستادز اللي عالجت الانتي بودي ميديتد ريجكشن ما تقدرش تاخد منها قيمه علميه واضحه، لان البارامترز بتاعتها بالنسبه لك مش محدده. يعني ما انتش عامل في حسابك ان لما يطلع التي جي لازم الكرياتين يكون رايزنج، ولازم 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 ولازم، فتقدر تقول العيان ده استفاد من العلاج ولا ما استفادش. فاحنا حتى هذه اللحظه لو عندي ايفيدنس اوف اكتيفيتي بعالج العيان بتاع التي جي عادي خالص زيه زي الانتي بودي، زي الاكيوت اكتيف انتي بودي ميديتد ريجكشن. لو بعد ما استثنيت كل حاجه وهو الاليمنت اللي عنده ترانسبلانت جرانولوسي فقط، بامبروف الكومبلاينس وابجريد النيو سبريشن لو انا على فيري على ادويه ضعيفه زي النيورال هقلبه على تكرولمس او 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 عكس. اللي في الاخر بقى خالص النهايه التريتمنت اوبشن اوف انتي بودي ميديتد ريجكشن، يا اما تشيلها بالبلازما اكستشينج، يا اما تدي له روتوكسيماب. البورتيزوماب ممكن تدينا انه انتي بلازما سيل لكن عليه ستادز وفيري ويك قوي، تستخدمه لغايه 32 جرعه ما كانش افكتيف. تستخدم الاي تي جي كونفرجن اوف تاكرولمس، او في الاخر نعمل ايكلوزوماب. الملخص بتاعه الصوره دي بسيطه، ان احنا عندنا تي هيلبر، التي هيلبر في الاخر حصل استيميليشن للبي لينفوسايتس، والبي لينفوسايتس اتحولت للبلازما سيل، والبلازما سيل طلعت انتي بوديز، والانتي بوديز عمل قنبله اللي هو ميمبرين اتاكن كومبلكس. الريجيمين بتاع العلاج ببساطه هتدي اي تي جي عشان تقضي على التي هيلبر فوليكلر، او تدي ريتوكسيماب عشان تقضي على البلازما سيل على البي سيل، او تدي بورتيزوماب رغم ان الايفيدنس بتاعه ضعيف ما انصحش ان هو يستخدم. وفي الاخر الاي في اي جي والبلازما اكستشينج والعلاج الغالي اللي هو الايكلوزوماب. دي الصوره القديمه الملحوظه برضو اللي احنا لازم نركز عليها، ان الاي في مش اي في اي جي مش بيشتغل بس على الانتي بوديز. الاي في اي جي بينيترلايز الانتيجين بريزنتنج سيل والتي سيل والبي سيل وكل حاجه والبلازما سيل حتى الانتي بوديز. احنا السنتر بتاعنا عنده اكسبيرينس واسعه قوي في موضوع استخدام الاي في اي جي. لو احنا بنستخدم الاي في اي جي بلس بلازما اكستشينج، بنستخدم الاي في اي جي بفيري لو دوز بندي نص جرام بير كيج، فالعيان مثلا هيعمل 3 جلسات بلازما اكستشينج، وبعدين من 3 ل 5 جلسات بلازما اكستشينج، وبعد كده في اخر جلسه خالص بياخد 5 ميلي جرام بير كيج، نص ميلي جرام بير كيج. فالعيان لو وزنه 70 كيلو بياخد 35 جرام اي في اي جي، ولازم يكونوا جلايسين بيست. فاحنا قلنا ان الاي في اي جي بيبقى جلايسين بيست، وده بينيترلايز كل حاجه خالص من اول الانتيجين بريزنتنج سيل تي سيل للسي دي 20. الكيديكو جايد لاينز القرارات بتاعتها ما هياش واضحه قوي، هي بتقوم قايله لك ان انت عندك الاسلحه بتاعتك اهي، استخدمها بالشكل اللي يناسبك. في بروتوكولات كتير للتريتمنت بتاع الانتي بودي ميديت ريجكشن، زي ما احنا قلنا في جزء منها ما بيستخدمش البلازما اكستشينج خالص، وبيستخدم فيري هاي دوز اي في اي جي بتبقى 2 جرام بير كيج. احنا بنستخدم الاي في اي جي على فكره عادي خالص، الناس القصه العين لازم يخف. يعني السامرايز بقى ان احنا عندنا 5 مين كاتيجوري في البانف كرايتيريا. احنا ما اتكلمناش النهارده غير على 2 منهم اساسيين، اللي هو التي سيل ميديتد ريجكشن، واللي هي قلنا عليها في حاجتين اساسيين اكيوت تي سيل ميديتد ريجكشن، واحنا قلنا ان هم متقسمين لثلاثه جريدز، جريد 1 1 وبي، جريد 2 اللي هي مرتبطه بالتيبلو انترستيشن، رقم 2 اللي مرتبطه بالفاسكولار، وقلنا 1 و 2 ايه و 2 بي، وفي الاخر 3 واللي فايبرونيد نكروزس مش معانا. وان لما يبقى العيان عنده سيفير تي سيل ميديت ريجكشن لازم تاكسكلود الانتي بودي ميديت ريجكشن. الكرونيك اكتيف تي سيل ميديت ريجكشن هو اللي هو يمثل الاي اف تي. الانتي بودي ميديت ريجكشن احنا قلنا 4 بس احنا في الاخر خدناهم 2 بس، لان يعني الاثنين اللي فاضلين مش مهمين قوي بالنسبه لنا، اللي هو ايه هما الاثنين الاساسيين، اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن. واحنا لما جينا نتكلم عليهم قلنا حاجتين، ايفيدنس اوف تيشو انجري، وقلنا هم 4، التيوبلر انجري مع لو جي او بي تي سي، او مايكرو فاسكولار انفلاميشن عالي، او ثرومبوتيك مايكرو انجيوبسي، او في باي ديجري. بس لازم اتحقق معاهم شرط اخر، الايفيدنس بتاع الانتي بودي اللي هم ايه، السي 4 دي بوزيتيف او الدي اس اس او المايكرو فاسكولار انفلاميشن، ممكن نستخدمهم في عدم وجود التي سي ميديت ريجكشن. الكرونيك اكتيف انتي بودي ميديت ريجكشن لازم اللي هو اختصار اللي هو التي جي، لكن يعامل معامله اي انتي بودي، لازم هتعتبر ان هو التي جي ده الايفيدنس بتاع التيشو انجري، ولازم لك ايفيدنس اوف انتي بودي. وان ان
انتي بودي ميدير ريجكشن ملوش جريدز، ملوش سيفيريتي ماركر، فعشان كده النتائج في التريتمنت بتاعه مش واضحه. الاجنده بتاعت النهارده التايبس اوف بايوبسي، وقلنا ان دي هي نوعين انديكيتد وبروتوكول، وقلنا ان احنا ليه محتاجين البايوبسي، لان احنا ما عندناش سيرولوجيكال ماركر والكرياتينين السليت ماركر. امتى نعمل البايوبسي؟ خصوصا في الايرلي بوست اوبرتيف، زي ما قلنا في العيان الهايلي سنسيتايزد ما تتاخرش عن 7 ايام، وفي العيان اللو سنسيتايزد او ليه امولوجيكال ريسك ممكن تعمله لغايه 10 ايام، ده ما يعتبرش ليت. البيزكس بتاع الايمونولوجي والبيزكس بتاعه الريجكشن زي ما احنا اتكلمنا، الريكوجنيشن والاكتيفيشن بتاع التي سيل والريجكشن. الريجكشن قلنا ان هو في منه جزء ريليتد للانست، وفي جزء ريليتد للميكانيزم، وفي جزء ريليتد للجريدنج. ايه هي الادكويت بايوبسي؟ الادكويت بايوبسي انك يبقى لازم تاخد من 2 كورز وتو سيبريت كورتيكال ارياز، ولازم يكون عندك 10 ات ليست 10 جرام ريلاي بتو ارتريز، ولازم تعملهم اكزامينشن بالستيننج اللي احنا قلنا عليه. هاو تو رايت ا باثولوجي ريبورت، لازم تبقى فيري كلير في الباثولوجي ريبورت عشان تبقى قراراتك صح. سن العيان وبرايمري كيدني ديزيز والايمينو سبريشن والدايابيتس والهايبرتنشن والدي اس اس موجوده ولا لا، العيان ده الايمونولوجيكال ريسك بالزرع كان اخباره ايه. بنفي كلاسيفيكيشن، وقلنا ان هم 5 كاتيجوري، وان تي سيل ميديت ريجكشن في منها الاكيوت وفي منها الكرونيك، والانتي بودي ميديت ريجكشن في منها الاكيوت وفي منها الكرونيك، وفي منها الاكيوت اكتيف والكرونيك اكتيف والكرونيك ان اكتيف، وفي الاخر ان سي 4 دي وزود ايفيدنس اوف تيشو انجري. يا رب تبقى الدنيا واضحه. لو في حد عنده اسئله يا ريت، احنا جاهزين، ربنا يسر الحال وتبقى الامور واضحه. لو في حاجه يا ريت. اوكي اتفضل يا وائل. دكتور وائل معاك. هو برضه فكره البايوبسي لازم 10 جلوميرولاي، كان الكلام قبل كده على من 6 ل 8 جلوميرولاي نف، ده في النيتيف ولا في النيتيف؟ مش في الترانسبلانتد، في النيتيف. النيتيف 7 جلوميرولاي في اللايت وجلوميرولاي واحده في الالكترون تكفي، لكن في الترانسبلانتد اتليست 10 بتو ارترس، ولازم ارترس، لازم ارتري، لانك انت دلوقتي ممكن العيان زي ما احنا اتفقنا العيان يبقى عنده سيفير ترانسميورال ارترايتس، وانت مشخص العيان على انه بوردر لاين او عيان ما عندوش حاجه خالص، فهتبقى مشكله كبيره. العيان ده ممكن تلاقي في الاخر بقى ميكسد تي سيل هو انتي بودي ميديت ريجكشن، وانت ما انتش شايف حاجه خالص، فلازم اديك فكره ان هو ياخد التو كور من حته من مش سهلة. من مش كل السنترز بتعمل المبدا ده، مش كل الناس بتعمل المبدا ده، بس تبقى عارف هو في العادي بياخد 2 كور بس من نفس الحته، يعني نفس الكور، بس عشان الواحده الدكتور معتز في التيم برضو بتاعنا في بتاع الزرع، دكتور معتز هيدينا محاضره رائعه على انترفينشن. هو حد فيري اكسبيرينس، حد فعلا شاطر جدا. ف الريسكس بتاع الكومبليكيشن معاه قليل، عشان كده انت ممكن تتشجع انك انت تاخد التو كورس. لكن لو حد نايف وحد لسه في البدايه وممكن يطير لك الكليه، انت ممكن اصلا تتراجع عن قرار البايوبسي اصلا كله. فمشكله الزرع اتس تيم ورك، فانت لازم يعني انت عشان تشتغل زرع بامانه مش محتاج زي ما الناس تقعد تقول محتاج دونر بول ولا 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 ولا، انت محتاج انك تعمل تيم كويس، حد كارديولوجيست شاطر جدا يبقى معاك تثق فيه وتثق في رايه وتثق في قراراته، وحد راديولوجيست قوي قوي ياخد لك البايوبسي، وحد باثولوجيست يقراها لك كويس، وفي حد لازم يكون حد معاك الكلينيكال باثولوجي برضو عشان خاطر التيشو تايبنج والانسجه والكلام من في اماكن ما فيش فيها زرع نهائي، وحتى لو فيها ناس بتفهم زرع ما بتعرفش يشتغل زرع تحت مند انه ما عندوش حد بتاع باثولوجي، ما عندوش حد ياخد له كدني بايوبسي، هيزرع ازاي؟ انت فاهم قصدي؟ طبعا. فهي منظومه قائمه على هي ما هو فريق. كل الذكاء، انت لما بتيجي تشوف فريق زي فريق مصر الدولي، هم ادنج على التيم بتاعهم حد بتاع انفكشوس ديزيز، هو واحد مسؤول عن الانفكشن، العيان بيجي له انفكشن هو اللي بيعالجه. انت فاهم؟ دي اكسبيرينس، دي اكسبيرينس. انت فاهم قصدي؟ احنا عندنا لا قصه مختلفه، احنا اللي بنمانج الانفكشن. فاز لونج از انك بتستخدم حد فيري سترونج وحد فيري ايديوكيتد،
وحدد very trusted ان ريزلتس بتاعتك بتبقى عظيمه، وما بتبقاش واخد خايف انك تاخد انذر كور، وما تبقاش خايف انك انت تغير المكان وتاخد من انذر كورتيكال اريا، لانك انت عارف ان اللي ما عندك ده اكسبيرينس. لكن بتتغير قراراتك طبعا لما تبقى عارف ان عندك ده نايف. طب كنت هسأل في فكره الترانسبلانتج الميلوباسي او الافت عامه، يعني الافت فرق ضخم بينهم، فرق ضخم بينهم. الافته ملهاش اي مدلول على اي حاجه خالص، الافته مرتبطه بالكيدني فانكشن. الناس كتير قوي، انا كان قصدي كده ان ممكن تبقى افته ويبقى في ريجكشن، وممكن تبقى افته نتيجه لان يعني بالظبط مثلا يعني يقول لك السي ان اي، السي ان اي، السي ان اي تعمل ايه؟ تعمل افته. انت تعرف ان يعني حتى من اساتذتي يعني كان في ناس بتغلط غلطه مريعه، يوم ايه يلاقي افته عاليه، يوم عامل ايه، يوم شايل السي ان اي وحاطط انتو شايل السي ان اي. انت فاهم قصدي؟ يفاجئ تاني يوم العنجل ريجكشن، تاني يوم العنجل ريجكشن. انت فاهم؟ اصلا لما كنا مع كنت بتكلم مع الدكتور مجدي الشرقاوي في الموضوع ده، قال لي الافته دي موستلي هتبقى ايمونولوجيكال بروسيس بس لسه مش مكتشفه، موستلي هتبقى يعني حاجه ايمونولوجيكال لكن محدش عارف سببها، ممكن جزء دراج، ممكن جزء حاجه خبطه قديمه من نتيجه تي سيل ميديتد او انتي بودي ميديتد وخفت، لكن خفت بفايبروسس. لكن وزي في ما قلت ما هي باتشي يعني باتشات حتى اللي خدت منها طلع هي بيها كده، ما تاخدش عليها قرارات لكن هتبقى عارف ان دي ريليتد للكيدني فانكشن وما تتلخبطش. الافتا اتس ديد تيشو، مش هتاخد منها اي معلومه غير كيدني فانكشن غالبا، او انك تاخد قرارات انك انت ما تتحمسش قوي ان لو لقيت في جزء اكتف ولقيت الافتا سكور عالي جدا ما تاخدش قرار بقى قوي انك انت عن كرياتينو ستات، هو اصلا البيز لاين بتاعه ستات والافتا طلعك 80% 90%، صحيح عنده اكتف انتي بودي ميديت ريجكشن لكن هو خلاص الكدني خلاص كده لوست، حرام بقى ان انا اقعد ارزع في امينو سبريشن كتير وانت عندك الافتا سكور عالي قوي، لكن اغير عليها امينو سبريشن او اخد عليها قرار ان انا ازود امينو سبريشن هيبقى قرار مريع. يعني الافتا اتس ديد تيشو، الاي افتا هي اللي بتعالج عليها، الاي افتا عالجها على انها انفلاميشن، انفلاميشن محتاج بالس استرويد، محتاج لو خصوصا لو العيان كلينيكال ماشي ان في اليمنت اكيوت محترم، يعني اتس اكيوت كرونيك اكتيف اند تي سيل ميديت ريجكشن، كرونيك اكتيف تي سيل ميديت ريجكشن الافتا، الاي افتا، الاي افتا ات مي نيد تريتمنت. لكن وفي ستاديز اتعملت على الموضوع ده على التريتمنت بتاع الاي افت، وكانت الريزلتس بتاعتها ماجنيفيسنت امبروفمنت في الكيدني فانكشن والجرافت سيرفايفل، بس انا برضو انا مش عايز ادفع 100 ستاديز على التريتمنت بتاع الاي افت تحت بند ان هو برضو هيبقى حشو مليان على الفاضي. الاي افت اتس كرونيك اكتف، الافت ما لهاش اي مدلول، ما تاخدش عليها ديسيجنز، المعلومه الوحيده اللي هتاخدها على الافت ان ديت كورليتد للكيدني فانكشن فقط. ولو كرونيك اكتف انتي بودي ميديت ريجكشن انتي بودي ميديت ريجكشن، كلمه هي انتي بودي ميديت ريجكشن ده معناه انك لازم يكون عندك حاجتين، تيشو انجري وانتي بودي ايفيدنس، خلص الموضوع فول ستوب. فاذا لو عندك كرونيك لازم اعالجه، ما قلناش دي كرونيك يعني ايه، يعني تي جي كرونيك انتي بودي ميديت ريجكشن يعني تيجي يعني ترانسبلانت جلوميرولوسي تعالجه امتى؟ لو عندك سي 4 دي بوزيتيف ودي اس اي سيركيوليتنج والعيان انتي بودي كيدني فانكشن عماله ترايس وبروتونوريا عماله تبقى بروجريسيف، فاذا عندك اندرلاينج بروسيس شغاله، صحيح هي كرونيك لكن فيها جزء اكتف، احلف عليه 100 يمين من السي 4 دي بوزيتيف ومن الدي اس اس سيركيوليتنج ومن الاكت من التيشو من التيشو من الكلينيكال سيناريو بتاع العيان، وصلت؟ فساعتها طب افرض العيان بصله طلع لك تي جي، طلع لك تي جي وعملت كل الحاجات دي لقيتها نيجاتيف ولا حاجه خالص، يبقى سيب. يبقى سيب. كان في ساعات ناس يعني كان الاستادز الحته دي حته معتمه وناس كتير قوي بتغلط فيها، ناس كتير قوي بتغلط فيها، الديسيجن بيبقى صعب. لاحظ ان التريتمنت بتاعها هيبقى مش تريتمنت سهل، انت هتعمل بلازما اكستشينج واي بي اي جي وروتوكسيماب انت فاهم قصدي؟ فانت لازم تحسب البينيفيتس اجينست الريسكس. لو العيان كان كرياتين 1.5 وسحبت الباثولوجي طلعت تي جي بس وفجاه ال 1.5 بقت 4.5 بقت 5 وكل الباثولوجي مطلع لك تي جي وتقوم قايل لي مش هعالجه، حتى لو تي جي كرونيك اكتر، انت فاهم قصدي؟ ما هو الفكره القناعه ايه بتاع الموضوع، ان العيان ده كان عنده جلوميريولايتس
وقلبت بتي جي. فالتي جي ده يعني في حاجه اندرلاينج، حاجه شغاله، حاجه ماشي، او حاجه حصلت وانتهت، فانت مش هتعرف، مستحاله تعرف هل يا ترى هي اكتف ولا مش اكتف الا ما تراجع البروفايل بتاع العيان. كيدني فانكشن اخبارها ايه، السي 4 دي اخباره ايه، دي اس ايز اخبارها ايه، سيكونس بتاع العيان. زي مثلا لما بيجي عيان مثلا بتاع البي تي اتش في الداليسز عندك، البي تي اتش بتاعك لما شفت السيريال بتاعته هتضل، العيان كان 1900 وبقى 1000، العيان بتحسن. لا العيان كان 500 ولا كان 400 والعيان بقى 2000، ده العيان بيسو. السيريال هو اللي هيفرق معك. ايوه بس ربك كل صراحه الحته دي البنفكت بالنسبه لي طلاسم مؤلمه، حته مؤلمه. لا انت لما تيجي تقعد تذاكر والله واضح كتير.